ديت هنبدأ نشوفها مع بعض بإذن الله. ميزة الكود السنغافوري، وإنه أولا هم حاطينه مجاني على الإنترنت، في أجزاء خاصة بالمعماري، أجزاء خاصة بإزاي نعمل بنشن بلان، أجزاء خاصة بالإنشائي، في حاجات خاصة للمقاول، حاجات خاصة للاستشاري، فهو بيعتبر زي جايد، يعني مش حاجة إلزامية، لو ما عملتش كذا هيبقى في مشاكل، لا بس بيقول لي إيه الخطوات اللي أقدر أمشي عليها بحيث إن أنا أطلع موديل بدون مشاكل. هو في حاجات أصلا بيبدأ يحطها في بعض النقاط، يضعها في الكود بتكون ناتجة من خبرة ومن مشاريع سابقة، مثلا ألا تزيد مساحة ملف الريفت عن 200 ميجا، نتيجة إنه في مشاريع سابقة لما زود عن المساحة ديت أو عن حجم الملف حصل بطء وحصل مشاكل، فهو بيبدأ يديني إرشادات حاجات في الشغل. طيب هو في أكتر من ملف، مش ملف واحد، كلهم كود سنغافوري تمام زي دوت. هنا بيذكر الناس اللي شاركت في الكود، وبعد كده بيبدأ بقى بالتعريفات، ايه هو البيم، ايه هو الاستخدام بتاعه وهكذا. البيم اكشن بلان، هو عامل كود خاص بالبيم اكشن بلان، بس هو بيبدأ يعرف ايه الحاجات اللي لازم نهتم بيها واحنا بنعمل بيم اكشن بلان، زي ان احنا نكون فاهمين الاستراتيجية او الاهداف، من الملك عايز البيم ليه، احنا هنطبق البيم عشان ايه، بيقول لك ركز عليها، ركز على موضوع ان كل شخص موجود معروف ايه دوره وايه المهام اللي عليه وايه المسؤوليات اللي عليه، هل هو مثلا مسؤول ان هو يعمل موديل كرييشن او مسؤول عن مينتيننس او كولابريشن، فلازم بنحدد الحاجات دي كلها في البنكشن بلان. في طريقة ان انا اضيف ريسورس، ممكن يكون عدد معين شغال، لو انا هضيف ناس بعد كده اقدر اضيفهم ازاي. في البروجكت انفورميشن لازم تكون موجودة في البنكشن بلان، البروسيس العمليات هتتم ازاي والعلاقة بينهم والاستراتيجية هتبقى معمولة ازاي، كل التواريخ اللي احنا ممكن نحتاجها تبقى عامله ازاي، الكولابريشن، دي بعض التعريفات زي تعريف ايه هو البيم انفورميشن موديلنج، تعريف البيم اكشن بلان، تعريف البيم مانجر، تعريف الكونستراكشن ابيليتي، مقدرة ان الموديل ده نقدر نعمل منه شغل في الكونستراكشن، نقدر نعتمد عليه ذا ديزاين، اللوح نفسها نبدأ نعتمد عليها. تعريف البروبابيلتي اللي هي ان احنا نقدر نستخدم الحاجة ديت في كل البرامج التانية، ونقدر نتبادل المعلومات من برنامج لآخر. ليفل اوف ديتيل اللي احنا اتكلمنا عنها اتغيرت دلوقتي، بقت اسمها ليفل اوف ديفلوبمنت، هو مخصص لها شابتر او جزء من شابتر، فعشان كده قال لك روح للشابتر ده وهتلاقي التفاصيل. الموديل اللي موجود، الار اف اي ريكوست فور انفورميشن، ان انا ابعت طلب ان في حاجه مش واضحه، الار اف اي مع الكاد بيبقى كتير جدا، في بعض النقط كتير مش واضحه، مع البيم لا بتقل جدا، لان اي حاجه محتاجها ممكن اشوفها في 3 دي، كل المعلومات موجوده ومفيش تضارب بين اللوح السكشن والبلانات، فالمشاريع بتاعت البيم مشهوره بان الار اف اي بيقل جامد فيها. البيم سبسكيشن، البيم ديليفرابلز اللي هي الحاجات اللي هتخرج من البيم، زي يبقى في سايت للموديل، للموقع العام هيبقى في موديل خاص بيه، ماسنج موديل، ان احنا لسه بنعمل الكتله بتاعت المبنى ولسه ما حطناش تفصيل، المعماري والانشائي وكهروميكانيكال بيتعمل لهم موديلز عشان ياخدوا الموافقه، وعشان الكوردينيشن، وعشان الفيجواليزيشن، وعشان موضوع الكوست استيميشن اللي هو تقدير التكلفه. في موضوع الاسكادولات برضو بيطلع برضو مع الموديل، الكونستراكشن اند فابريكيشن موديل. الفابريكيشن موديل على سبيل المثال، لو انا عندي حوائط عايزه تبني جاهزه، فببعت للمصنع المكن سي ان سي، ويبدا بقى يشوف التركيبه بتاعت الحاجه بحيث انها اول ما توصل للموقع تبدا تتركب، مش بيبعت لي
حجارة أو طوب، لا بيبعت لي الحيطة كاملة وأنا ببدأ أركبها في بقية الحوائط. المعلومات الخاصة بالأسبلت بيبقى عندي موديل كامل، لوح شوب دروينج بتخرج من البيم، الحاجات بتاعت الفاسيلتي مانجمنت، عندي بعض الليفل اوف ديتيل بيقول لي ان في تطورات هتحصل، تمام، زي مثلا في السايز والفوليوم الشيب الهاي الاورينتيشن. في اول مرحله ممكن ما يكونش عندي المعلومات ديت، دي كلها دي معلومات جيومتريك بنبدا نطور فيها. في برضه معلومات نون جيومتريك، يعني دي حاجه 3 دي، حاجه بتظهر معايا اقدر اشوفها بالعين، هنا ما بتبقاش ظاهره بالعين بس بتبقى المعلومات المفروض انها بتبقى موجوده. اول ما اعمل سيلكت على اي عنصر يبدا يجيب لي المعلومات الخاصه بالسبسكيشن بالكوست بالسيستم داتا وهكذا. على سبيل المثال مثلا اهوت ده مثلا في الاول في مرحله الديزاين ممكن اقول له ان في مثلا عندي هنا بايلينج وخلاص، هنا لا لازم البايلينج ده يبقى فيه تفاصيل التسليح نفسها وتفاصيل الحديد اللي هيتركب، ويكون عندي لوح شوب درونج فيها التفاصيل. كل شويه بنبدا نطور في العناصر، بيبقى عندي العنصر ومعروف ايه العناصر، يعني حسب الكود اللي احنا شفناه زي بيم فورم او ال او دي فورم، كان بيبقى فيه تفاصيل كتيره جدا لكل عنصر من العناصر. هو بيقول لي بقى البروجكت ستيتس، المايلستون، ممكن ال 2 دي سكيل، طبعا ال 3 دي ما بيفرقش معايا السكيل خالص، بيفرق معايا في ال 2 دي. فبيقول لي من في الكونسبشوال ديزاين بيبقى لسه ما فيش تفاصيل، بيبقى 1 ل 200 او 1 ل 1000. في السكيماتيك ببدا احط بلاننج ابروفال، ببدا احط الديزاين بيلد تندر، وبيبقى 1 ل 200. بعد كده بنوصل ان احنا عندي لوحات كتيره، 1 ل 5، 1 ل 100، 1 ل 50، اللي هي في مرحله الكونستراكشن، ان انا عندي تفاصيل كتيره جدا فما ينفعش تبقى بسكيل كبير، لا لازم ابدا اعمل بارتس بحيث ان كل جزء في المبنى يبقى معايا التفاصيل بتاعته. وفي مرحله الاسبلت خلاص المبنى اتعمل، فانا مجرد بس بعمل ريكورد للشغل، فبتبقى اللوح في 1 ل 100. مرحله الفاسيلتي مانجمنت تبقى 1 ل 50، بيبقى عندي تفاصيل المواعيد الصيانه، مواعيد الصيانه لكل العناصر اللي موجوده، مواعيد تبديل لو في قطع غيار بتعمل لها تبديل لازم يبقى عندي التواريخ بتاعتها، وفي نوتيفيكيشن او في تنبيه ان انا في الفتره دي لازم ابدا اشوف قطع الغيار اللي المفروض تتغير او الصيانه او كده. طيب هنا البيم اوبجكتيف او ريسبونسابيلتي ماتريكس، فاعضاء الفريق اللي هم المعماري والسيفل والميكانيكال والام بي كوانتيتي الكونتراكتور الفاسيلتي مانجر، كل دول اطراف موجودين في المشروع من اول خالص، حتى الفاسيلتي مانجر ما يجيش في اخر المشروع، لا معايا من اول المشروع. هل في اي مصطلح مش واضح او في اي حاجه محتاج نقولها تاني يا باشمهندس عبد القادر؟ هل في اي حاجه آه. مكررها؟ لا لا مش هو ماشي. تمام. هو الكود السناتوري مثله ان هو منظم وان هو واخد الاجزاء، وعباره عن زي تجارب حصلت لناس اشتغلوا في مشاريع كتيره، وتجربه بيحاولوا ان هم يلخصوها بحيث ان ما يحصلش مشاكل حصلت قبل كده. بيقول لك الموديل يوزرز، الناس اللي مستخدمه الموديل يعتبر جزء من الموديل، ولازم لما بنتبادل الحاجات بيبقى في الملف الاصلي ممكن نحط ملف اي اف سي اللي هو بيتبادل بين الحاجات. طيب ده مثلا بيم اوبجكتيف ريسبونسابيلتي ماتريكس، تمام، كل هدف من الاهداف اللي موجوده، تمام، بيم بروجكت اوبجكتيف ان احنا مثلا هنعمل موديل ماس، ان احنا هنعمل سكيماتيك، ان احنا هنعمل نطور السكيماتيك وهكذا. كل دوت هيبقى فيه زي ماتريكس كده، ده الاعضاء بتوع الفريق معماري انشائي ام بي كيو اس، هل هو معاه الجزء دوت ولا مش موجود معاه؟ يعني ممكن مثلا في المرحله الكونسبشوال بيبقى اركتكشر وستراكشر، وممكن يكون الام بي بس مطلوب منه جهد كبير. في مرحله من المراحل مثلا هيبدا كل دول يختفوا ويبقى التركيز على الفاسيلتي مانجمنت. فكل دي بتحدد بقى كل مرحله من المراحل المفروض مين اللي بيعمل الشغل وبيعمل الموديل دوت. زي مثلا فاسيلتي مانجمنت، هنا الفاسيلتي مانجمنت هو التركيز كله عليه.
هنا البروجكت ستيتس تشينج فروم نون، عم بنغير بقى من نون بيم للبيم. القيم المضافه لو احنا بنشتغل بالبيم بيدينا فرص ان احنا نعمل حاجات ما كناش بنعملها بالطرق العاديه، زي مثلا ان احنا نعمل سيموليشن واناليسيس، ان احنا نعمل انرجي فاليديشن وتاكد ان تحليل الطاقه بتاعنا مظبوط، اللايتنج، ال4 دي كونستراكشن. عندي بس ايه تاني، بيم موديل فور اكسيستنج بيلدينج، لو انا مطلوب مني ان انا اعمل مبنى وجنبيه مبنى حقيقي، او بطور او بعمل مبنى تكمله لمبنى اخر، او مثلا عندي مستشفى وبعمل فيها توسعه، فمن خلال الليزر سكان بقدر احول الموديل اللي هو الحقيقي او المبنى الحقيقي لموديل عندي في الكمبيوتر، بحيث اقدر اربط الاثنين ببعض. البروجكت كوست استيميشن دي من اول مرحله في مراحل المشروع، وطول ما احنا ماشيين بيبدا الارقام تبقى قريبه من ادق، وتبقى حاجه قريبه من الحقيقه. كل ما بيبقى عندي معلومات بدخلها كل ما يديني معلومات ادق، او يديني كوست استيميشن ادق. هنا بقى بيتكلم على نفس الفكرة اللي احنا شفناها قبل كده في الكود، ان انا عندي معماري وانشائي وكهروميكانيكال، كل واحد فيهم بيبقى شغال في اللي هو الورك ان بروجرس، وبعد كده بيحط في الفولدر بتاع الشير ده، مثلا المعماري هيحط هنا في الشير، وال بتاع الام اي بي وبتاع الاستراكشر هيبداوا يسحبوا لينكات، بحيث ان هم يبقى عندهم اخر حاجه في الموديل. على سبيل المثال بنسحب لينكات ازاي؟ مثلا في برنامج الريفت، لو انا عايز اسحب لينك بروح رايح الانسيرت، بلاقي عندي لينك ريفت، لو انا عايز اسحب لينك ريفت فبقول له اوكي، وببدا ادور على ملف الريفت اللي انا هشتغل عليه، وليكن مثلا الفيلا ديت، وببدا اختار البوزيشن يعني هيتحط في انهي نقطه. الغالبا بنختار اورينتد اوريجن تو انترنال اوريجن، يعني نقطه الزيرو زيرو في الملف اللي هو الريفت في نفس نقطه الزيرو زيرو اللي هي موجوده هنا. طبعا دول مشروعين مختلفين، فممكن يكونوا بعاد عن بعض، او طلعوا تقريبا في نفس المكان. طيب لو انا عايز اعمل سيلكت على الجزء دوت، طيب خليني اعمل سيلكت كده، انا كده عامل سيلكت على المشروع ككل. اروح بقى الفلتر، كل استثمام، وابدا انزل لحد ما الاقي ريفت لينك. ريفت لينك اهو دوت، ريفت لينك، اقول له اوكي. دلوقتي هو عمل لي سيلكت على الريفت لينك بتاع الفيلا، هو دوت، موجودين في نفس المكان، ممكن احركهم بالشكل دوت. طيب ممكن برضو اعمل لينك بالاي اف سي، لو انا عندي ملف اي اف سي ده بيكون معمول ببرنامج اخر غير اللي انا شغال عليه، فاقدر اربط ملف اي اف سي، اقول لكم مثلا هنا في البن بيبدا يجيب لي ملفات الاي اف سي، اقدر اختار منها، وليكن لا ده مساحه صغيره خالص، اقول لكم مثلا بامب روم ديت، المفروض اي ملف عايز ادخله عندي حتى لو شركه تانية اللي عاملاه يتحط في فولدر اسمه شير، لو انا بشتغل في ملف بخليه اسمه ورك ان بروجرس. لو انا عندي ملف معمول بالسيفل 3 دي، بستعمل لينك توبوغرافي بيبدا يسحب لي الحاجه اللي معموله سيفل 3 دي. لو انا عندي حاجه معموله بالنكس وركس
فببدا اربطه بالكوردينيشن موديل. مهم جدا ان احنا نقدر نربط المشروع ببعض، لان ممكن يكون في بعض الحاجات معموله على برامج اخرى او من شركه اخرى جايه لنا. هنا بقى بيقول ان في جايد لاين ممكن تستفاد منه في موضوع سبميشن. خلينا ندخل كده على الموقع، بتلاقي كل الاكواد مسموح ان انت تحملها مجانا ومسموح ان انت تحمل التمبليت. ومعاهم تمبليت لكذا برنامج. مثلا ده خاص بالاسك انفورميشن ديليفري، ده خاص بالام اي بي، ده خاص بالكونتراكتور، ده خاص باللاند سيرفي. كل واحده من دول بتفتح الكتاب بتاعها، ده الاسك انفورميشن ديليفري اللي هو خاص بان انا اعمل الحصر واعمل كل المعلومات الخاصه بالاصول اللي هي الاسيت او تشغيل المشروع. تمام. بيقول لك لازم يكون عندك انفورميشن ريكويرمنت، الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم فيها اللي هي الاو اي ار الخاصه بالاورجانيزيشن، والاي اي ار الخاصه بالاسيت، والاي اي ار الخاصه بالمالك. لازم يكون عندي البيم اكشن بلان، ولازم يكون عندي بيم اللي هي بروجكت انفورميشن مانجمنت، ان انا يكون عندي معلومات للمشروع، واي اي ام اللي هو خاصه بالاسيت انفورميشن مانجمنت، ويكون عندي تبادل للمشروع. تمام. فهتلاقي هنا مثلا حاجات خاصه بالبيم اكشن بلان عباره عن زي ملحوظات او نصايح بان انت ازاي تبدا تطبق البيم اكشن بلان. هنفتحها ونشوفها مع بعض ان شاء الله. طيب موديل اورينتيشن اند سايت كونفيجريشن اللي هي ان انت هتشوف المبنى الاتجاه بتاعه، ويكون واضح كل المباني اللي موجوده تبع المبنى لازم تكون واخده نفس الاورينتيشن واخده نفس الاعدادات وتكون في نفس النقطه. لو اي مشروع مترحل او اي مبنى او اي ديسيبلين ده بيعمل شكل تراب. ده بيتكلم بقى على التبادل المعلومات بين المالك والاركتكتشر والكونسلتنت انجينير والكونتراكتور. كل مرحله من المراحل كل واحد فيهم مطلوب يعمل ايه. يعني في مرحله الكونسبشوال ديزاين مثلا المالك مطلوب منه ان هو يكون واضح ايه الحاجات اللي هو محتاجها والحاجات اللي هي بالنسبه له هو مركز عليها. الاركتكت المعماري بيبدا يشوف الديزاين ويبدا يشوف الماسنج، بيبدا يعمل شكل الكتله. الكونسلتنت انجينير بيبدا يدي الفيدباك، بيبدا يقول انا موافق او عنده مشاكل او يبدا يقول رايه. والكونتراكتور بيبدا برضه يدي الفيدباك، هو مش مطلوب منه ان هو يعمل شغل بس مطلوب منه ان هو يبدا يقول المحظوظه بتاعته وهكذا. مرحله مثلا السكيماتيك الامبلوير المالك مطلوب منه ان هو يعمل مراجعه على الديزاين ويقول الحاجات متوقعه معاه او ايه الحاجات اللي هو عايز يعدل فيها. الاركتكت بيبدا يعمل ريفاين للديزاين موديل ويحط بقى اضافات اللي هي بتاعت المالك يبدا يضيفها، ولو في اي حد عنده اي تعديل زي كونسلتنت او كونتراكتور يبدا يعدلها. الكونسلتنت يبدا بقى الاقسام الثانيه تبدا تعمل بروفايد سكيماتيك موديل اناليسيز اند سيستم وهكذا. الكونتراكتور بيبدا بقى يعمل بروفايد ديزاين ريفيو، بيبدا يراجع الديزاين اللي موجود ويبدا يقول الحاجات بتاعته. في مرحلة الديزاين بيبدأ المالك ما بيعملش حاجة أكتر من هو بيراجع ويقول الكومنتات وهكذا. وكل واحد بقى من المعماري واللي شايف في المرحلة دي بيبدأ يطور الموديل بتاعه ويعمل فاينلايز للشغل بتاعه. الكونستراكشن هنا بقى بيبدأ يعمل الشغل بتاعه ويبدأ يتطور اللوحة اللي بتستلمها، يعني هو استلم لوحة معينة بيبدأ يطور فيها. في مرحلة الأسبلت المالك مش هيطلب منه حاجة خالص، هنا بقى مطلوب منه ان هو يتاكد من ان الموديل مظبوط. اللي بيعمل الموديل المفروض اللي هو المقاول. فمرحله الفاسيلتي مانجمنت خلاص هو بقى ايه بيبدا بقى يعمل الاثنين دول يعملوا هاند اوفر بيسلموا الشغل، والفاسيلتي مانجمنت هو بيبدا يستلم الدفه بتاعه الشغل او بيبدا يركز ان هو يعمل
اللوح ويعمل الاسبلت والشغل ده. وبكلام ان البيم بقى المفروض ان احنا نستغله صح، وان يبقى فيه تدريب على البيم بشكل كويس، بحيث ان احنا نقدر نقلل الوقت و reduce time and the resource spend on detection first. لو احنا مظبطين الشغل بتاعنا مظبوط، المشاكل مش هتحصل. الموديل دوكيومنتيشن، الموديل دوكيومنتيشن برودكشن، انتاج بقى اللوح في ال 2D بيم. تمام. لا احنا ده في الكرنت براكتس احنا شغالين 2D. في المرحله الانتقاليه في بعض حاجات 2D وحاجات بيم. في المفروض بقى في المستقبل ان الشغل كله كشغل حقيقي معمول بالبيم، والريفرنس ممكن يكون هو معتمد على بعض اللوح ال 2D، وتسليم المشروع بيكون كله بيم ناتيف فورمات سواء ريفيت او كذا، زائد بيم اي اف سي. تصدر الشغل ده للملف الاي اف سي بحيث انك تقدر تقراها على اي برنامج. وبنقدر بسهوله جدا ان احنا نعمل اكسبورت لاي كل اللوح اللي موجوده في المشروع بخطوه واحده لل 2D. يعني حضرتك واقف على 2D او 3D، فايل اكسبورت كاد دي دبليو جي او دي اكس اف او دي جي ان او اي سي اي اس سيت. طيب الدي دبليو جي بتيجي هنا وتقول له انا عايز اعمل اكسبورت. ممكن اجي هنا اقول له انا عايز اول فيو اند شيت ان ذا موديل، فيبدا يجيب لي كل اللوح بالشكل دوت. تقدر تعمل انشيك على الحاجه اللي انت عايزها، تقدر تعمل سيلكت صغير كده يبدا يوريك الحاجه هنا في البريفيو اوف 3D. تمام. يعني مثلا ممكن تقول له انا عايز اشوف الاليفيشن، يبدا يظهر لك الاليفيشن بالشكل ده. طيب لو انا عايز اعمل اكسبورت بدوس على الثلاث نقط وابدا اشوف هنا بقى الليارات. هنا مثلا وليكن مثلا الوول، الوول هتصدر على الاوتوكاد على اللاير اسمها اي وول. تقدر تغير الاسم زي ما انت عايز، وتقدر تيجي هنا تقول له انا عندي الوول فيها اكتر من لاير، كل لاير فيهم عايز اديها اسم. يعني اللاير مثلا فينش هتبقى على اي وول فينش، ممكن تسمي دي 2، وممكن تسمي دي فينش 1، او ممكن تخليهم الاثنين على نفس اللاير. وهنا الكالر اي دي تبدا تكتب اللون نفسه. يعني على سبيل المثال مثلا الريد بياخد رقم 1، اليلو بياخد رقم 2، وهكذا جدول الالوان اللي موجود في الاوتوكاد. وهنا في البروجيكشن وهنا في القط. هنا لو انا شايف الحاجه من بعيد، يعني مش قاطع في الحاجه، وهنا قط انا قاطع فيها، يعني انا بادئ واخد سيكشن في الحيطه نفسها، وجوه الحيطه خلاص دي بياخد اللاير والكالر اي دي من الحاجه اللي انا قاطع فيها. وطبعا سهل جدا ان انا اقول له ان انا هشتغل باني كود. ممكن تقول له مثلا هشتغل بالاي اي اي، او هشتغل بالايزو ستاندرد، او بالسنافور ستاندرد، او بالبريتش ستاندرد، او انا هحمل انا حاجه خاصه بيا. فتقدر تشتغل على اي حاجه انت عايزها. تمام. ممكن تقول له اكسبورت كاتيجوري بروبرتي، صدرهم لي كلهم. اللاين المفروض ان هو كل حاجه بتاخد نفس الحاجه بتاعتها. تمام. اوتوماتيكلي جنريت لاين تايب، الا لو حضرتك حابب تغير فبتدوس على السهم وتبدا تختار الحاجه المناسبه ليك. الباترن كذلك، التكست كذلك، الكالر. الكالر عندنا ال 255 والار جي بي والترو كولر. الار جي بي الافضل ان انا اسيبها على ال 255، لان ده الاوتوكاد بيقام بدون مشاكل، ولما تيجي تطبع من الاوتوكاد بيطبع من غير مشاكل. انما الاثنين دول ساعات بيحصل فيهم مشاكل، ما بيقدرش تعرف على لون شكل الحاجه. السوليد انت عايز لو حاجه 3 دي عايز تصدرها بولي مش ولا اي سي اي اس سوليد. اليونت بتبدا تشوف بقى انت عايز تصدر الاوتوكاد بالمليمتر ولا بالسنتيمتر ولا بالمتر. الكوردينيت هتشتغل بنقطة 0 0 ولا شيرد كوردينيت. الشيرد كوردينيت بنستخدمها لو انا عندي المشروع كبير وفي اكتر من مبنى، بستخدم شيرد كوردينيت. لو هو مبنى واحد خلاص بقول له انترنال اوريجين. الجنرال هنا اول حاجه بيقول لي لما اجي اصدر الروم والسبيس كبولي لاين. يعني هعمل بولي لاين حواليهم، مش مجرد اربع خطوط، لا هيبقى في بولي لاين، بحيث لو عملت سيلكت يتعمل سيلكت على البولي لاين كله.
هنا لو انا عندي لير مش عايزها تتبع نون بوليتابل لير، هيكتبها اولها ام ال تي، يعني هكتب في الاسم كده اولها ام ان ان بي ال تي، ان بي ال تي نون بوليتابل لير. وفي حاجات بقى في الاوبشن، يعني في حاجات ممكن انت مش محتاج انها تتصدر معاك، زي مثلا السكوب بوكس لو في مربع هنشوف بتعمل ازاي، الريفرنس بلين، الان ريفرنس فيو تاج، تمام. هنشوف الحاجات دي ايه الفرق بينهم وازاي نعملهم الحاجات دي، تمام. وعندي حاجه اسمها الديفاين اكسبورت اوبشن، انت عايز تصدر بأني اصدار، يعني هتصدر ل 2007 2010 2013 2018. انا افضل اصدر ل 2007 لسبب ممكن اكون ببعت لحد ما عندوش اوتوكاد 2010 او 2013، تمام، حسب الشركه. يعني الشركه لو هي عندها 2013 خلاص انا اصدر 2013، لو انا مش واثق ممكن اصدر لهم 2007 او 2010 لتفادي ان هو يبعت سؤال يقول انا مش قادر افتح الملفات او الملفات فيها مشكله، تمام. في اي مشكله ما في مشكلة. باشمهندس اللي معانا، مظبوط. طيب هنشوف ايه هو السكوب بوكس وايه هي الريفرنس بلان وايه هي الان ريفرنس فيو تيك. طيب بس في اختيار هنا اسمه اكسبورت فيو ان شيت اند لينكس از اكسترنال ريفرنس. الاختيار ده لما بعمله لو انا عندي شيت ومحطوط فيه اكتر من فيو، يعني عندي شيت وفيه اكتر من فيو، هيصدرهم لي كلهم وليكن مثلا دوت. لو انا عندي اكتر من فيو، مثلا ده فيو ده فيو تاني، هيصدر الشيت ده لوحده وده لوحده وده لوحده، هيعمل لي ثلاث لوح، ثلاث لوح هيعمل لي ثلاث لوح اوتوكاد في الشيت ده لوحده وده لوحده وده لوحده، ويعمل بينهم لينك. يبقى انا لما بفتح الملف دوت بيسحب لي ده كلينك جواه، لما بشيل العلامة لا بيعمل بايند للوحة، فيطلع لي لوحة الأوتوكاد فيها الشيت ومعاها الملف دوت في ملف أوتوكاد واحد. يعني لو أنا جيت كده وقلت له اكسبورت وقلت له كاد ودي دبليو جي، هو الشيت ده بس اللي موجود، فقلت له نكست وقلت له سيف على الديسكتوب، لو أنا سبت العلامة دي هيعمل لي ايه؟ هيخلي الشيت لوحده وده لوحده. لو انا شلت العلامه خلاص هيصدر شيت واحد ومعاه كل الفيوهات في قلبيه مره واحده، وده احسن بكتير بدل المشاكل. طيب الحاجة التانية اللي احنا قلنا هنتكلم عليها موضوع السكوب بوكس. موضوع السكوب بوكس حاجة لذيذة جدا، وهو لو انا مثلا موجود في الدور دوت وعايز ايه اخلي عندي ايه فيو في الجزء ده بس عايز الجزء ده يبقى موجود معايا في الدور التاني والتالت والرابع وهكذا. يعني عايز مثلا ايه المبنى كبير، فبدل ما كنت باخده في فيو واحد لا هخلي فيه فيو كبير، وعندي فيو للجزء ده وفيو للجزء دوت وفيو للجزء دوت. فانا بعمل الموضوع دوت لو عملته بالاساليب التقليديه بياخد جهد. الاسلوب التقليدي اللي هو عامل ازاي، ان انا اقول له كروب فيو ويبدا يظهر لي الكروب فيو، فانا ابدا ايه ده الكروب فيو، ابدا اتحرك كده تمام وكده. الكروب فيو بيعمل الموضوع دوت ان هو بيخفي بقية الشغل ما عدا الجزء دوت، تمام. بس الموضوع ده يعني بنحتاجه لما يكون عندي حاجة مش متكررة في بقية الادوار، انما لو انا عايز اقسمها في كل ادوار بستخدم حاجة تانية هنشوفها مع بعض دلوقتي. واحدة واحدة مع بعض كده باجي على اللوحة ديت واقول له دوبليكيت، تمام، عملت لها دوبليكيت، بقى عندي دور اول ودور اول تاني. الدور دوت هقول له بقى ايه اعمل لي ديبندد، ديبندد
ديبندنت معناها ايه؟ معناها ان انا لما اغير ده في اي حاجه، يعني خليت ده مثلا 21، هتلاقي ده اتغير معاه ل 21، وده اتغير ل 21، كلهم اتغيروا مع بعض. طيب خليني الغي السكوب بوكس ونشوف حاجه احسن في الفيو من كده، موجوده في الفيو اللي هو موضوع السكوب بوكس ده. مثلا سكوب بوكس واحد، مايس سكوب بوكس اهوت، ده سكوب بوكس واحد. وبعد كده اقول له انا عايز اعمل سكوب بوكس اتنين، وبعد كده هقول له ان انا عايز اعمل سكوب بوكس 3. بالشكل دوت. طيب هاجي مثلا في القسم دوت، هقول له انا عايز اعتمد على سكوب بوكس 1، يخفي بقية الشغل. واتنين هقول له اعتمد لي على سكوب بوكس 2، هنا هقول له سكوب بوكس 3. فدي بقى الميزه، ان انا لو رحت في اي مبنى اي دور، مثلا الدور الثاني، وقلت له سكوب بوكس واحد، هيجي نفس الخطوط. لو انا عدلت هنا يتعدل في كله، لو انا عدلت في الخطوط بتاعت السكوب بوكس يتعدل في كله. فالاختيار وانا بصدر احتفظ بدوت ولا لا. تمام. طيب في عندي حاجة برضو كانت موجودة اسمها ريفرنس لاين. ريفرنس لاين عبارة عن ايه؟ اللي هي ريفرنس بلان ديت او ريفرنس لاين. بقول له ان انا عايز ارسم خط، الخط ده مش خط حقيقي بس هيساعدني في التصميم، والخط ده ميزته ان هو بيظهر في كل الادوار، لو طلعت اي دور بلاقيه. تمام. هو خط يعني بيساعدني بس ان انا اصمم من خلاله. ماشي. تمام. يعني هنشوف مثال كده بسيط. انا اديته مثلا رقم 1. لو انا باجي برسم اي حاجه ممكن اقول له ارسم لي على لاين 1. يعني على سبيل المثال لو انا جاي ارسم مثلا كومبوننت، انا مش حاجه معايا. تمام. لو انا قلت له كومبوننت وقلت له مثلا موديل ان بليس وبدات ارسم اي حاجه، ممكن اقول له انا عايز ارسم على الخط دوت. بقول له ست، واقول له ارسم لي على الخط اللي انا لسه عامله اللي هو ريفرنس بلان واحد، فيبدأ يرسم لي على الخط دوت. يبدأ يجيب لي الخط ده وابدأ ارسم عليه، ولما الخط ده يتحرك يتحرك معايا. فده ميزته ان هو بيسهل لي الشغل كتير قوي، وفي نفس الوقت ما بيظهرش معايا في الشغل. يعني مش حيطه او حاجه هتعمل لي مشاكل، لا هو عباره عن حاجه مش ظاهره خالص، مش بيظهر في 3 دي او كده. وممكن في اي لحظه اخفيه. يعني لو انا دخلت في الفي في ودخلت هنا في الانوتيشن وقلت له ريفرنس بلين او ريفرنس لاين، ده بيخفي. طيب نرجع للكود، بيبدا بقى بيتكلم على البيم اكسشينج فورمات. تمام. فانا عندي برضو الكواليتي اشورنس اند كواليتي كنترول، هو عامل ليها برضو كود خاص بيها، بس هو انا بيشير ليها سريعا ان انا لازم ايه اكون عندي قبل ما ابدا شغل حاطط بعض القواعد لايه الحاجه اللي انا هشتغل بيها، وكل حاجه بعمل لها كود وانا ببدا اشوف ايه الحاجه اللي انا هستخدمها. هو انا بس بيمر عليهم سريعا، يعني بيقول لك مثلا تبقى انت قبل ما تبدا شغل، قبل ما الفريق يبدا شغل، متفق معاه ايه الجوده اللي انت مستهدفها. ثانية واحدة. لكم مريم ملك.
تمام. فال هنا بقى تلاقي هنا مرحلة البريد ديزاين بيقول لك ايه الحاجات اللي انت المفروض بتركز عليها، ومرحلة الديزاين ايه الحاجات اللي المفروض تبدأ تركز عليها، وعامل لك بروسيس للعمليات. يعني في مرحلة الديزاين هتهتم مثلا بالديزاين بريف، هتهتم بالاكسيستنج سايت، لو في اي موقع حواليك هيفرق معاك، موضوع البادجت، وده قبل الديزاين. بريد ديزاين بجمع المعلومات. هنا بقى في الديزاين ببدأ بقى اعمل اركتشر موديل، وببدأ اعمل بقى الاستراكشر موديل والام بي موديل، وببدأ ابعت الحاجات دي عشان تاخد الموافقة، وبنبدأ نعمل الكلاش ديكشن، ونبدأ نشوف الكلاش ريبورت، وبعد كده نعمل الكوردينيشن ميتنج، ونبدأ نحل الموضوع دوت. موضوع الكوردينيشن ميتنج ده المفروض مرة في الأسبوع أو مرتين في الشهر مثلا. بعد كده في مرحلة الكونستراكشن بنبدأ ناخد الموديل ونبدأ نشتغل عليه، ونعمل منه الفابريكيشن، ونجهز منه الأسبكت. فبتبقى حلو قوي ان انت فاهم او عامل بروسيس للعمليات بتاعتك، بحيث تبقى عارف ايه اللي هنبتدي منه، ايه الحاجات اللي احنا هنركز عليها، وامتى الموديل اللي يتوافق عليه، وامتى الموديل اللي يحصل فيه مشاكل فنرجع نعيد تاني الشغل. تمام. هنا مثلا المسؤوليات، البيم مانجر ايه الحاجات اللي هو مطلوب ان هو يعملها، هو مسؤول عن ايه. يعني لو حصل مشكلة مثلا في المانجمنت اكسكيوشن او الموديل اكسشينج، يبقى المسؤول او غلطة البيم مانجر اوتوماتيك. البيم كوردينيتور فور اتش كونسلتنت اللي هيشتغل مع الكونسلتنت، والبيم كوردينيتور اللي هيشتغل مع الكوردينيتور اللي هيشتغل مع الكونتراكتور المقاول، ايه الحاجات اللي المفروض ان هو يركز عليها. بعد كده بقى بيركز بقى في المسؤوليات بتاعت كل واحد، اللي هو مثلا البيم مانجر هيبقى مسؤول ان هو يعمل بيم اكشن بلان، ويراجع عليها ويوافق عليها وهكذا. يعني حسب هو اللي عامل الموديل، هو اللي عاملها هيبعتها ويشوف الكومنتات اللي عليها يعدلها، او هو حتى تاني عاملها هو يبدأ يشوفها. لما هو بيعمل بروتوكول هو بيبدأ يجهز الموديل اللي الناس هتبدأ تشتغل عليه، طريقة تسميات الموديل اوريجن، النقطة بتاعتها، والكوردينيت سيستم، يتأكد انها سليمة، لان لو الناس بدأت شغل وبعد كده اكتشفوا ان فيها مشاكل هيضطروا ان هم يعيدوا الشغل. يبدأ يشوف الناس مين اللي هيشوفوا الموديل، ومن حقهم ان هم يشوفوا الموديل. دي اهم الريفرنس اللي هو ممكن نعتمد عليها. هنا دي ملحق من الملحقات بتاعت ده ريفرنس للكتاب نفسه. هنا التيبيكال بيم اليمنت باي ديسيبلين، عند العناصر اللي موجوده في كل حاجه. مثلا السايت موديل ايه العناصر اللي ممكن تكون موجوده فيه، الروم اند سبيس، الوول مثلا مثلا الانتريور والاكستيريور، وفيها الكيرتن وول، الدور. هتلاقي في ده بيتكلم على الاركتكتشر بيم اليمنت. يعني لو انا بعمل تشيك على الموديل اتاكد ان العناصر دي موجوده ولا لا، لو في عنصر ناقص ابدا اشوف هل فعلا المشروع ما فيهوش العنصر ده ولا لا. يعني ممكن العنصر مثلا ما فيهوش فساد، ممكن العنصر مثلا ما فيهوش انتيريور ديزاين مثلا في الموديل اللي هيتسلم. الاستراكشر بيبدا يحط لي كل العناصر المفروض تبقى موجوده في الاستراكشر. طبعا في حاجات ساعات ما بتتعملش زي الري انفورسمنت اللي هو التسليح او الريبار، في مشاريع كتيره ما بنعملهوش لان هو بياخد وقت وبتقل الموديل، وممكن تعمل ببرامج متخصصه افضل. يعني السيفل بيم اليمنت الحاجات اللي المفروض موجوده، الحاجات الخاصه بال اي سي ام في، زي مثلا دي الحاجات الخاصه بال اي سي، ده اختصار اير كونديشن اللي هو التكييف. فبيتكلم مثلا كاكيومنت لازم يكون في الاير هاند يونت، في التشيلر يونت، في كولينج تاور، الفريش اير فان، وهكذا. الميكانيكال بايبنج، في البلامنج نبدأ نتشيك هل هو حط البايب، هل حط الووتر ميتر، وهكذا. دي أهم العناصر اللي نبدأ نتشيك عليها في كل عنصر من العناصر أو كل موديل من المودلز اللي موجودة. هنا بيبدأ يديك ملحوظات، بس احنا هتلاقيها موجودة في بقية الأكواد بشكل أقوى. يعني كل عنصر من العناصر بيبدأ يديك الملحوظات اللي انت تهتم بيها وتتأكد انها موجودة. ودي كل مرحلة من مراحل ايه الحاجات اللي المفروض تبقى موجودة.
فمثلا في الفاير بروتكشن ككونسبشوال بنشوف مثلا السيستم ديستريبيوشن لاين. في مرحله الديزاين لازم يبقى فيه فاير سبرينكلر بامب، لازم يبقى فيه سبرينكلر هيد، لازم يبقى فيه سبرينكلر كنترول فالف، المحابس تبقى موجوده في مرحله في الكهرباء. كل مرحله من المراحل ايه الحاجات اللي انت تعمل تشيك العناصر دي موجوده ولا لا. مثلا هنا مثلا في مرحله الديتيل ديزاين لازم تكون موجود فيه الكونديت والباور فيد والبانل وي. في مرحله الكونستراكشن قال لك نفس العناصر مش هنزود عليها حاجه، تمام، مش هنزود عليها حاجه كاليمنت، بس كجايد لاين ممكن نحط بعض التفاصيل او بعض المعلومات اللي هي ممكن ايه تبقى اكثر دقه. مثلا البيمشن بلان حاطط لك زي تمبليت اهوت، اتكلمنا عنه قبل كده كذا مره فخلينا نعدي عليها. طيب ده مثلا اهو ده الكود مثلا. طيب خلينا نشوف حاجه تانية. هنا مثلا عامل كود خاص بالكولابريتيف فيرتشوال ديزاين، ازاي يبقى فيه كولابريتيف او في تنظيم او في تبادل معلومات في قلب الموديل. بيبدا يعرف الفيرتشوال ديزاين اند كونستراكشن، هو يعتبر نفس تعريف البيم يعني. اللين المبادئ بتاعت اللين ان انت تركز على النشاط اللي هيجيب لك نتيجه، اللي هيعمل لك تاثير. ممكن تكون في انشطه بتعملها وما بتدكش اي نتيجه او ما بتطورش في الشغل بتاعك، تحاول ان انت تتجنبها عشان تركز في الحاجه اللي هي هتعمل لك شغل. لو اي حاجه بتعملها بتضيع وقت او ما لهاش تاثير، هنا المبدا بيقول لك ان هو ما تتعملش. هنا بيقول لك الكنترول اليمنت، في بعض العناصر لازم تركز عليها قبل ما تبدا الشغل، زي الاوريجن بوينت نقطه 00 بتاعت المشروع، زي التوجيه بتاع المبنى، زي الجريد، زي الليفلات. الحاجات دي يعني من خلال خبره الشغل الواحد بيحب يعملهم في ملف منفصل، ما بحبش احطهم لا في المعماري ولا في الانشائي. انا بعمل ملف اسمه ليفل اند جريد، ملف ريفت جديد ما فيهوش اي حاجه غير الليفل والجريد، وبعد كده كل الباقي الديسيبلين بتربط على الملف دوت. ده مستو ايه اللي انا بقوله؟ مستو ان ما يحصلش اي غلط، ان حد مثلا هو شغال في المعماري بيعدل حاجه عمل موف للجريد او عمل موف للليفل، لا انا عامل ملف مستقل المفروض ما حدش بيفتحه، وكل الحاجات دي معمول لها بن. بن يعني بعمل سيلكت على العنصر واقول له بن اقفل لي المبنى دوت. فلو حد حاول يعدل فيه او يحرك فيه بدون قصد مش هيقدر، وده في ملف مستقل بحيث ما يحصلش ان اي حد يحرك حاجه بدون ما يقصد. عندي مثلا حاجه للبيمكشن بلان، هتلاقي نفس الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه، بس يمكن هو بس ايه بيحط بعض النقط اللي هو بيقول لك اهتم بانها تبقى موجوده، او مش عامل تمبليت بس عامل اهم نقط المفروض تركز عليها، البروجكت انفورميشن، بروجكت ممبر، الجولز، البيميوز، الديليفرابلز، الحاجات اللي هتسلم. بيقول لك اول خطوه اكتب البروجكت انفورميشن، تاني خطوه البروجكت ممبر، بعد كده عرف اهداف المشروع، بعد كده البيم يوز كيسز، بيقول لك كل واحد فيهم ممكن ترجع لاني ريفرنس موجود. هنا التسليمات البيم ديليفربلز، لازم تقول ان انا عايز استلم الملف الاصلي، ان انا عايز استلم كاد، ان انا عايز استلم مثلا بي دي اف، او كونفيرم ذا اوثرنج سوفت وير، يعني ركز ان انت تقول الملف الاصلي اللي اتعمل منه الموديل. confirm the file naming convention، اتاكد من طريقه تسميه الملفات والمودل ستراكشر سواء الملف من بره او من جوه، اتاكد من موضوع التسميات. وهو بيقول لك انا عامل جايد اسمه تغفر بيم جايد، روح للابندكس ايه لو انت عايز تتاكد ان الشغل بتاعك سليم. اتاكد من البروسيس العمليات اللي هتحصل، الكواليتي تشيك ان انا انت عامل حاجات هتشيك عليها بحيث تتاكد من قوه الموديل.
ده مثلا بروجكت انفورميشن، هتكتب التايتل بتاعه، اسم المشروع، البروجكت ريفرنس نمبر، رقم المشروع، الكونتراكت تايب، الدليفري ميثود. اعضاء المشروع بتبدا تكتب الاسماء والتايتل والاسم الشركه والايميل والفون، كل الحاجات دي بتبدا تكتبها. اهداف المشروع، بروجكت يوز كيسز، اوثر اور يوز اوف بيم ديليفرابل، مين الناس اللي هيبداوا يستلموا الحاجات اللي هتخرج من الموديل، موديل ايلمنت فور ايتش بروجكت ديليفرابل، ايه العناصر اللي هتبقى موجوده، البروسيس اللي هتعمل عشان نبدا نعمل الموديل. وده هنشوفه مع الكود اللي هو المعماري والام بي، بدا يركز زي خريطه عمليات كده، ايه الحاجات اللي المفروض انها تتعمل. البيم يوز كونسبشوال ديزاين، ده هيبقى الكواليتي اللي فيها، الدايمنشن، الاريا، الفوليوم، الاوثر، مين اللي عامل حاجه، اليوزر، مين اللي هيستخدم او يستفاد من الموديل دوت. يعني ممكن يكون اللي هيعمله مثلا فريق المعماري، واللي هيستفاد منه المالك والاستراكشر والام اي بي. كريست بيم موديل، دي الحاجات اللي احنا بنستخدمها، او الاهداف، او كل مرحله من المراحل في حاجات احنا بنركز عليها. يعني في مرحله سكيماتيك هنبدا نطور في المسنج موديل، هنبدا نعمل ديفلوب اند مينتيننس ذا ستراكشر موديل. في مرحله الديتيل ديزاين، الموضوع الكواليتي، هنبدا نشوف الموديل كونتنت ديتيل فيرجن، بيبقى فيه المعلومات اللي احنا محتاجينها والشيب واللوكيشن، ويكون فيها موضوع السايز، وما يبقاش فيه نون جيومتريك بروبرتيز. لو موجوده ماشي، بس مش مطلوب منك ان انت في المرحله دي تبدا تحط معلومات زي مثلا القدره الكهربائيه لمكنه معينه، او عشان الحاجات دي كلها مش في المرحله دي، ممكن في ديتيل ديزاين. تيبيكال بيم اليمنت باي ديسيبلين، دي زي اللي موجوده المره اللي فاتت، كل حاجه هي العناصر اللي هي هيبقى فيها تركيز. دي بقى برضه هتلاقي دي في الورقه اللي هنشوفها بعد كده، اللي هي بيم موديلنج جايد لاين، في بعض النقط بيقول لك ابدا ركز عليها. مثلا ان انت لو عندك اي حاجه 2 دي وسحبتها عندك في الريفت، بعد ما تخلصها لازم تلغيها عشان ما يبقاش ما تعملكش مشاكل، لان الكاد لما بيدخل جوه البيم او الريفت بيعمل مشاكل. ابقى احط البرامتر التايب والماتيريال والاي دي والسايز، عشان الحاجه دي هتفيد في موضوع الحصر. طيب خلينا نشوف مثلا جايد، زي جايد الام اي بي او ده الاركتكتشر، ده مثلا خاص بالمعماري. هو بيديك جايد، بيقول لك مثلا كل مرحله من المراحل ركز عليه. انت مثلا لسه في مرحله التحضير ولسه ما بداتش سكيماتيك ديزاين، خلاص ركز على ان انت تبقى فاهم متطلبات العميل، عامل بيمشن بلان، السايت موديل، الكونسبشوال ماس موديل. وفي مرحله السكيماتيك تبدا تعمل موديل مبدئي. في مرحله الديتيل ديزاين بتبدا تدخل تفاصيل الموديل. وفي مرحله الكونستراكشن هما بيبداوا يبعتوا لك ار اف اي. في مرحله الازمه والفاسيلتي مانجمنت، المفروض ان انت كديزاين خلاص بره الموضوع او مش مطلوب منك حاجه. في مرحله الكونستراكشن مطلوب منك بس لو في حد عنده اي استفسارات ار اف اي تبدا تجاوب عليها. بيقول لك بقى هنا العناصر اللي موجوده وهتستخدم فين. مثلا في الموقع العام او التوبوغرافي، ده هيفيد ان انت تبقى عندك دراسه للموقع والاناليسيز، بنعمل دراسه للموقع وللشمس وللظلال وللرياح، كل الحاجات دي نبدا نعمل لها الدراسه بتاعتها. الماسنج، لو انت في مرحله انت لسه بتعمل شكل المبنى من غير تفاصيل جوه، فانت مركز ان انت تعرف الاريا اند فوليوم. خلينا نشوف موضوع الماسنج ازاي بيتعمل. يعني مثلا لو انا عندي عايز اعمل ماسنج هنا، فبكل بساطه بروح عند ماسنج اند سايت واقول له ان بليس ماس، بالشكل دوت، وتبدا بقى ترسم مثلا اي شكل انت عايزه. وخلينا مثلا نيجي هنا ونقول له كريت فورم،
ونبدأ نشوفها في ال 3D. عملت انت الشكل دوت، ممكن بقى تيجي تعمل الخط دوت، تبدأ تتحركه كده، تقدر تمسك نقطة معينة مش لازم خط وتبدأ تحركها مثلا بالشكل دوت، تقدر تيجي هنا وتبدأ تعدل فيها في أي اتجاه أنت عايزه، ممكن تيجي على الجزء دوت وتقول له ده أنا عايز أعمل مثلا إيديت بروفايل، فيبدأ يقول لك عدل، فتقول له مثلا لأ ده أنا عايز مثلا نعمل حاجة فيها انحناء شوية، قوس من هنا لهنا. فهتلاقي أدوات تقدر تعمل أي حاجة أنت عايزها بسهولة، زي لو أنت شغال على الماكس أو حاجة زي كده. بس ممكن بعد كده تقول مثلا فينيش ماس بالشكل دوت، تقدر بقى تعدل فيه زي ما أنت عايز. ممكن تقول له بقى أنا عايز أعمل ماس فيه في كل دور من الأدوار، يبدأ يعملهم لك كده بحيث تبدأ كل واحدة فيهم تشوف المساحة بتاعتها قد إيه، يبدأ يجيب لك المعلومات الخاصة بالفلور اريا، بالاكستيريور سيرفيس اريا، بالليفل، بكل المعلومات اللي انت عايزها يبدأ يجيبها لك بشكل دوت. عايز بقى تعمل حوايط، تقدر تقول له مثلا انا عايز اعمل وول باي فيس بالشكل دوت، هي معموله كيرتن وول فعشان كده كان رفض. طيب خلينا نعملها حيطه، بالشكل ده ممكن نعمل سيلكت على الحيطه دي ونغير محل. تقدر بعد ما علمت على كيرتن وول تغير نوعها لاي نوع انت عايزه. تقدر تعمل لو انت عدلت في الماس، تقدر في اي لحظه تيجي هنا وتقول له ابديت تو فيس، فعدلك شكل الحوايط تمشي مع نفس الماس الجديد اللي انت عامله، فده بتبقى خاصيه كويسه يعني. نرجع تاني للكود السنافوري. في مرحله الماس بنبدا نركز على الاري اند فوليوم كالكوليشن، الحساب بتاعتها ديزاين الترناتيف الايرلي انرجي اناليسيس sustainability. باشمهندس عبد القادر حضرتك مهتم بالاستدامة؟ طيب باشمهندسة ليلى مهتمة بالاستدامة؟ أنا أسمع فيك عمر. حضرتك مهتمة بالاستدامة؟ والله ما فهمتكش وش قلت لي. حضرتك الاستدامة، موضوع الاستدامة وموضوع sustainability أو الجرين بيلدينج، حضرتك مهتمة بيه؟ لا تمام. طيب هنحاول ناخده كده معانا سريعا بدون تركيز يعني. في مرحلة هو موضوع الاستدامة موضوع أصبح مهم في الفترة ديت، نتيجة للمشاكل اللي حصلت يعني. حتى من ضمن ترامب لما جه كان في اتفاقية عملها أوباما قبل ما يمشي على طول، إن هو في حاجات تشريعية مفروض قوانين تتفرد وفي فلوس تدفع عشان موضوع المحافظة على المناخ والثقب الأوزون وهذه الأمور. ولما ترامب مسك راح لغى الاتفاقيات دي كلها، ومفروض بقى إن الرئيس الجديد بايدن هيبدأ يرجع الاتفاقيات ديت، بحيث إن في مشاكل في البيئة نحاول إن إحنا نحاول نحل المشاكل ديت. وإن كان فيروس كورونا أثر بشكل إيجابي بشكل كويس على موضوع المشاكل البيئية يعني، نتيجة إن الناس كتير وقفت مصانع وحصل مشاكل كتيرة، البيئة تأثرت إيجابيا بالموضوع دوت. طيب يعني موضوع الاستدامة في البيم معمول بشكل حلو، إن أنا ممكن أعمل دراسة للمبنى من خلال الريفت، وممكن اعمله من خلال ادنس، اسطب ادنس مختصه بالاستدامه. والحاجه الثالثه ان انا اقدر اصدر الشغل بتاعي بتاع الاستدامه لل اي برنامج من برامج الاستدامه يعني. على سبيل المثال لو انا جيت مثلا على المبنى دوت مثلا وعايز ابدا اعمل له دراسه للاستدامه، بروح للاناليسيز
في الريفت من غير ما اسطب اي ادنس خالص، بلاقي عندي انسايت وانرجي اوبتمايزيشن. دول بيجوا مع الريفت، مهمتهم ان هم يعملوا دراسه للاستدامه. بلاقي اول حاجه لازم اعملها عشان اطلع الشغل بتاعي كويس، احدد انا في اي بلد. يعني لو انا موجود في الجزائر فالدراسه مختلفه، لو انا موجود في مصر مختلفه، لو انا موجود في اي دوله. تمام، فببدا اشوف من خلال الخريطه. نبدا نحدد الجزائر، دي اول خطوه بنعملها، المفروض بنعملها قبل ما نبدا المشروع. تمام، طيب بقول له اوكي خلاص. هو بيبدا يدرس بقى درجه الحراره والرطوبه والحاجات دي كلها في اي حاجه ببدا ادرسها. تمام، بعد كده بقول له مثلا انا عايز اعمل كرييت انرجي موديل، ابدا اعمل لي انرجي موديل. فبيبدا يعمل الجنريت للموديل دوت، ما بياخدش اكتر من دقيقه يعني. وبعد كده بياخد بقى المعلومات ديت ويرفعها على مواقع اوتوديسك، او بيعمل تحليل للمبنى كله، المبنى اللي كان موجود اصلا والمبنى اللي لسه معمول. وبعد كده بقول له بقى ايه، اعمل لي جنريت. جنريت بقى بيعمل ايه، بياخد الموديل دوت ويبدا يعمل له تحليل على موقع اسمه انسايت. واول ما بيخلص تحليل بيبعت على الايميل بتاعي الدراسه للمكان لكل غرفة من الغرف وكل سيستم وكل الأدوات الموجودة، بيعمل لها تحليل ببرنامج اسمه انسايت، أو موقع اسمه انسايت، وموقع تاني اسمه جرين بيلدينج، استوديو جرين بيلدينج. بيعمل الاتنين، بيعملوا تحاليل وبيبدأ يجيب لي النتيجة بعد كده، بيبعتها لي على الايميل. فالموضوع بيبقى سهل وبسيط لأن هو خد كل المعلومات وأنا شغال. اوبتمايز، هيبدأ يرفع لي يفتح لي الموقع. اوبتمايز، بيقول لي ان انا بالاناليسيس ان بروجرس، هيبعت لي ايميل لما يخلص خالص ايه التحليل البيانات دي. زي ما شفت انا ما دوستش على حاجات صعبه، انا مجرد بس قلت له اعمل التحليل، فبدا يرفع الموديل. لو انا مسكت اي موديل عندي، ده موديل كان معمول قبل كده يعني، لا ده لسه بيتعمل دلوقتي، هو بياخد شوية وقت. طيب لو أنا فتحت موديل كان معمول قبل كده، ده مثلا أهو، أول ما بقول له إن أنا عايز أعمل إكسبورت، بيقول لي أنت عايز تعمل إكسبورت، هتكمل الشغل ده على أنهي برنامج؟ ممكن في برنامج اسمه إنرجي بلس، ده من البرامج القوية جدا في الإنرجي، في جي بي إكس إم إل، وفي الدويو 2، وفي الإنرجي كوست، وفي بنش مارك، وفي فاكتور ويدج. كل البرامج ديت برامج استدامه، ممكن تقول له سيلكت اول وتحملهم كلهم مره واحده. تقدر تقول له اكسبورت اول او تختار واحده فيهم. طيب ممكن تيجي هنا وتقول له ده انا عايز اكسبورت تيبل داتا، فيبدا يحمل لي ملف اكسل فيه المعلومات كلها. ممكن اعمل تحليل، اشتغل شويه على موديل واعمل تحليل، ويبدا هو يجيب لي نتائج الاثنين موديل ويبدا يقارن اللي بينهم. يعني ممكن بعد ما خلصت حاجه عدلت حاجه اقول له اعمل لي اناليسز مره ثانيه، فيبدا يجيب لي المعلومات الخاصه بيه. تمام، بدا يصدر لي ملف اكسل فيه كل المعلومات الخاصه بالطاقه. لو انت دخلت جوه المبنى دوت، تمام، بيبدا يوريه لك 3 دي، وتقدر تعمل زوم، وتقدر تعمل فيه ممكن تعمل اوربت، تقدر تلف بيه. ممكن تبدا تقول له انا عايز اعمل اكسبلود. اكسبلود ده يعني هيفصل لي كل عنصر عن التاني، دور دور وعنصر عنصر بالشكل ده. ممكن يبدا يجيب لي موديل براوزر بالحاجه، ممكن خصائص، لو انا عملت سيلكت على حاجه يجيب لي الخصائص بتاعتها.
بيبدا بقى يجيب لي تحليل لكل العناصر اللي موجوده زي الويندو شيدو، الويندو جلاسز، الزجاج الموجود، وكل واحد فيهم تقدر تدوس ويبدا يجيب لك تحليل للاداء بتاعه والتوفير والتكلفه وكل الحاجات ديت بتيجي بشكل بروفيشنال يعني. وبرضه عندنا برنامج اللي هو جرين ستوديو، ستوديو اوتو ديسك، انا ما بعملش حاجه، هو اوتوماتيك بياخد المعلومات بمجرد ان انا قلت له اعمل لي دراسه ليها، الزرار اللي انا دوست عليه هنا في الاوبتمايز بيبدا يرفع لي الموديل كله ويبدا يعمل لي تحليل ليه. تمام، اعتقد ده اللي لسه معمول دلوقتي. انت عندكم منطقه اسمها الاخضريه، في منطقه هو بدا يعمل تحليل ليها، فبدا يجيب لي التحاليل كلها هتبقى موجوده هنا، فبيبدا يجيب لي تحليل لكل حاجه في المبنى وكل جزء موجود في المبنى، رانت شارت، بيقول لي هو لسه ما اتعملش بس البروجكت، في عندي ممكن بروجكت ممبر ابدا اضيف ايميلات الناس ويبداوا يتعاونوا معايا، ومين فيهم بكتب الايميل بتاعه واحدد هو مانجر ولا ايه وايه الصلاحيات بتاعته. هنا الويزر ستيشن، بص بقى بيبدا يجيب لي تحليل للديزاين داتا بالشكل دوت، الخريطه بتاعت الوايند روز اللي هي الخريطه بتاعت الرياح في السنه كلها او في كل فصل من الفصول، التوزيعات كلها، الحاجات الخاصه بالسكاي كفر، كل الحاجات بيبدا يجيبها لي باشكال كويسه تقدر تعمل لها داونلود تتحمل معاك سواء كملف اكسل او ملفات كصور وهكذا. فتقدر تبقى عندك لو انت بتعمل دراسه لاي مشروع ما بتبذلش جهد خالص، مجرد بس بتدوس على الزرار دوت ويبدا هو يعمل لك دراسه لكل حاجه في المشروع. تمام، طيب نرجع، في اي اسئله او في اي حد عنده اي مشاكل؟ هل في اي حد عنده اي مشكله او اي استفسارات؟ لا أستاذ كمل. تمام، طيب هو هنا بقى بيقول لي ايه، لو انت عايز تعمل البدايه كويسه لازم تقعد مع الكلاينت وتبدا تساله ايه الاهداف من رغبتك ان انت عايز تطبق البيم، ايه هي الحاجات الاساسيه اللي هتخليك موافق ان على الموديل بتاع البيم، ايه الخطوات اللي انت عايزها، بنبدا نساله على الحاجات. وبعد كده بنبدا بقى نشوف هل في مخططات موجوده اوتوكاد عايزين نحولها البيم ولا هنبدا تصميم من البيم، وده احسن. تمام، لان لو في كاد فبنبدا نشوف بقى اذا كانت واخدت موافقات مش موافقات، بيبقى في فريقين شغالين ففي ريورك، انما البيم لما يكون بادئ بالبيم بيكون اسهل، فلو في لوح اصلا موجوده بنبدا ناخدها ونبدا نتعامل معاها وهكذا. هو هنا بقى بيقارن لو انا عندي اسلوب الكاد واسلوب في كاد وبيم، وفي البيم هيبقى طريقه الشغل هتبقى عامله ازاي بالشكل دوت. فهنا مثلا عندي الكاد، عندي معلومات في مرحله الكونسبشوال ديزاين ما بيبقاش في كل المعلومات كافيه او ما بيخش في تفاصيل، في البيم لا، انا لازم وانا برسم ال 3 دي ببقى عامل حسابي في الارتفاعات وفي كل المشاكل اللي ممكن تكون موجوده وهكذا. فمن مرحلة في أول مشروع بدخل كل المعلومات أو بحتاج كل المعلومات، بس بتبقى فيه الميزة إن أنا لو في أي مشكلة بتداركها بدري قبل ما بنزل السايت، قبل ما أبدأ شغل. تمام؟ وهكذا. فبيقول لي طيب أنا عندي في إنبوت من بقية الأقسام، يعني مثلا عندي السيرفي بيبدأ يديني بعض الكوردينيت سيستم، بيبدأ يديني السيرفير بوينت وبيديني اكسيستنج سايت، في السيفل بيبدا يديني الحاجات الخاصه بالرود، وانا ببدا اديهم مثلا حاجات معينه من عندي، ببدا اقول مثلا ده الاكس واي وزد كوردينيت هيبقى عامل ازاي، جراوند ليفل انا هطلع مثلا على الارض مثلا او هنزل او كده، الباوندر لاين، ببدا اتشارك معاهم المعلومات بقيه الاقسام.
ده مثلا السيرفي بوينت جاي بالشكل دوت، فبنبدا نحوله للشكل موجود في قلب البيم بالشكل دوت. يعني هو ممكن يبعت لي البوينت، فانا البوينت دي ببدا اشوفها هتبقى عامله ازاي، بحيث ان بعمل لها امبورت في قلب ملف الريفت. عندي هنا مسج اند سايت، اقدر ارسم التوبوغرافي او اقول له كرييت فروم امبورت، واقول له ابعت لي ملف البوينت اللي هو بملف عباره عن ملف اكسل فيه النقطه اللي رقم واحد دي عباره عن ارتفاعها كذا وموجوده في الاكس والواي كذا. فهو بيبدا ياخد الملف دوت ويبدا يشتغل عليه، بحيث ان انا في الاخر بيبقى عندي حاجه بالشكل دوت زي الارض الطبيعيه. لان هو انا بيقول خطوه خطوه كمهندس معماري ايه الخطوات اللي انت هتبدا بيها المشروع، وتبدا بقى في عندك ممكن يكون عندك ارتفاعات وانخفاضات. فبعد ما بعمل الارتفاعات والانخفاضات ديت ببدا اشوف المستوى الارض نفسها اللي انا هحفر فيه او ان انا هبدا اشتغل عليه، وبرده الجراوند بتاعي هيبقى فين بالظبط. فببدا اشوف بقى الاكسيستنج كونديشن زي السايت توبوغرافي، السايت لوكيشن، الماسنج، السبيس اند زون، روم، الليفل، الاوبننج، كل الحاجات دي ببدأ أدخلها في المشروع واحدة واحدة. وكل مرحلة بيبدأ يقول لي إيه المعلومات تجيبها منين وتشتغل بيها إزاي وهكذا. فهو عبارة عن جايد حلو الكود السنافورد. ده مثلا مثال للكونسبشوال ماسنج، هو مجرد بس عمل الشكل الخارجي بدون ما يدخل فيه التفاصيل بتاعت المشروع. وبعد كده بدأ يعمل دراسة للصن. في الريفت سهل جدا ندخل نقول له احنا عايزين نعمل سام باس اون، ويبدا يعمل لي دراسه للشمس في الوقت اللي احنا عايزينه، ويبدا يعمل دراسه للشادو للظلال، وانا ابدا حد مثلا الشمس وابدا اشوفها الوقت اللي انا عايزه. ممكن اجي هنا في الشمس واقول له سان سيتنج، وابدا ادخل احدد الوقت بتاعي هبقى الساعه كام مثلا. تبقى هنا مثلا تقدر تحركها زي ما انت عايز، وفي اي يوم في السنه. ممكن تقول له سنجل داي يوم معين اهو، تقدر تحدد اليوم، او مالتي داي، او لايتنج، بتحدد خطوط العرض وطول العرض وهكذا. مالتي داي، اوكي. بيقول لي انا بقول له الرسالة دي بيقول انت المفروض تدخل نقاط معينة كتوبوغرافي. طيب خليني اقول له سان باس اون، واعمل لي الزرار بالشكل دوت، و هخلي في اناليتيك سبيس، فهو مركز على الاناليتيك. خليني اخش في 3D. بدأ يظهر الظلال وبدأ يظهر الشغل، وأقدر أتحكم الساعة كام أعمل الدراسة ديت. بدأ يغير اتجاه الظلال. ممكن أدخل هنا في السان سيتنج أقول له بقى أنا عايزها في يوم كذا في الساعة كذا، أو سنجل داي يوم كامل من الساعة كذا للساعة كذا، أو مالتي داي. فببدأ أحدد تاريخ معين مثلا بالشكل دوت، اوكي. وممكن اقول له بقى اعمل لي بريفيو سولار ستادي، ابدا اعمل لي دراسه للشمس. فيبدا يحرك الشمس ويبدا يشوف الحركه بتاعتها عامله ازاي، وممكن يتعمل كفيديو. طيب شفنا موضوع الماسنج فلور، بيبدا يعمل لي سكادول بالماسنج فلور بالشكل دوت. طيب خلينا نعمل الجدول زي دوت. ممكن اجي هنا اقول له ان انا عايز سكادول، نيو سكادول،
ماسنج اند فلور، ماسنج فلور ميكانيكال اكيوبمنت فلور. طيب اقول له فلور، يبدأ بقى يقول لي خد كل المعلومات زي الفوليوم زي الاريا زي النيم مثلا او اي معلومات انا عايز اضيفها للحاجة ديت، اقول له اوكي، يبدأ بقى يعمل لي جدول بكل الفلور الموجود في المشروع. اعتقد ان الماس يمكن يكون جيمي دي مودل جروب باركينج بارتس. وبعد كده بيقول لك ان انت ممكن تعمل امبورت لاي حاجه معموله على سكتش اب او اي برنامج اخر من برامج الاوتوكاد جوه الريفت، ببقى موجود مثلا في اي مبنى في اي فيو، واقول له انا عايز اعمل انسيرت لامبورت كاد واغير بقى الدي دبليو جي للسكتش اب، ساعتها بقى هيقبل ان هو يدخل ملف السكتش اب. ممكن اقول له انا عايزها ملف دي جي ان او اس اي تي او ملف ماكس او راينو زي ما انا عايز. خلينا ندخل سكتش اب. سكتش اب بيبقى فيه مكتبه حلوه. library extension وليكن مثلا المبنى دوت، فلو واحد شاطر في السكتش اب او ال 3 دي ماكس وعايز يعمل حاجه ويدخلها جوه البرنامج بيبقى سهل وبسيط. طيب بيقول لي في مشكله في السكيل، المبنى فيه مشكله في السكيل فعشان كده ما دخلش معانا. لا دخل اهو، دخل هو بقى لي بس ايه، خلي بالك راجع عليه قبل ما تبدا الشغله دي. طيب انا جيت احركه بيقول لي كانوت موف باند اليمنت، هو لما بيدخل حاجه لينكات بيحاول يثبتها بحيث محدش يقدر يحركها. طيب خلينا نعمل سيلكت مثلا على دوت وابدا اقول له انبن واقول له موف. ده ملف سكتش اب دخل اهوت جوه الريفت بالشكل دوت، وداخل الحمد لله الماتيريال بتاعته كويسه مش وحشه. طيب نرجع تاني، هنا بيتكلم ان انا لو عايز ادخل الراينو جوه الارك كاد، لو انا عندي راينو او ارك كاد فبحولهم ل اي اف سي عشان اقدر ادخلهم عندي. ده مرحله الاسكيماتيك ديزاين، بيقول لي لازم تبقى عندك كولابريشن مع الديليفرولز ومع السي اس انجينير، وبيبدأ يقول لي بقى انت لازم تركز على موضوع ان انت الحوايط تتعمل والكولوم والسلاب والدور والويندو، العناصر دي كلها هنستخدمها في المرحله ديت. الحاجات دي كلها اللي هي جينيريك بيلدينج كومبوننت دي هنستخدمها عشان الام اي بي يقدر يعرف السيلينج معاك بقى السيلينج الفلور اريا كالكوليشن وهكذا. في البيلدينج كوانتيتي سكادول هنعمل جدول حصر، ده عشان الكوست استيميتد ان احنا نبقى عارفين تكلفه المشروع ده هتبقى قد ايه.
هنعمل سبيس جروب ده عشان الاريا كالكوليشن، هنعمل الانديفيدوال سبيس نحدد بقى السبيس او الروم ده عشان الروم كالكوليشن، هنعمل استراكشر موديل وام اي بي موديل. طب المعماري ليه هيعمل استراكشر موديل وليه هيعمل ام اي بي موديل؟ يعني المفروض ده الاستراكشر اللي يعمله؟ لا، هو يعني في الواقع العملي اول ما بنبدا شغل المعماري بيبدا يحط اعمده انشائي عنده، المعماري بيبدا يحط اعمده انشائي عنده كاماكن مقترحه بدون مقاسات. يعني هو بيقول للمعماري انا عندي مثلا المكان دوت، وهحط مثلا الاربع اعمده في المكان دوت حوالين مثلا السلم على حدود المكان، حاجات زي كده. وبعد كده الانشائي بيبدا يشوف هل هي محتاج يزود محتاج يقلل، بيبدا هو ياخد الحاجات ديت عنده في الموديل الانشائي والمعماري يلغيها قبل ما نبدا شغل. بنعمل في شغل الموديل المعماري بعض العناصر الاستراكشر عباره عن الاعمده، عن مثلا فلور معين هكذا، حوايط انشائيه معينه، دي حاجات بتبقى مقترحه. وبعد كده الانشائي بيعمل حساب بتاعته في المرحله اللي بعد كده ويبدا هو يوافق ويعدل زي ما عايز. طيب ايه حكايه الموديل الام اي بي موديل؟ ليه المعماري بيعمل ام اي بي موديل؟ هو مش بيعمل ام اي بي موديل، هو بيعمل العناصر اللي هتبقى موجوده في السيلينج. يعني انا عندي السيلينج بيبقى فيه مثلا لايتنج، بيبقى فيه سبرينكلر مخرج بتاع طفايه الحريق او رشاش الحريق، وبيعمل مخرج الهواء اوتلت اير اوتلت. فالحاجات دي هو بيعملها كانتيريو ديزاين، كتنسيق بين الاشكال ديت هتبقى عامله ازاي كشكل. وممكن بعد كده هو بيسال مثلا المهندس الميكانيكا انت بتعتقد هتحتاج كم واحده مثلا مخرج، فيقول له مثلا 2 3 4، هو بيحطها من غير تفاصيل خالص. وبعد كده بنطور ونبدا نحط كل واحد بقى بياخد العنصر اللي عنده ويعرف ان المكان ده هو المناسب ليه. المكان دوت مش متعارض مع السبرينكلر ولا متعارض مع اللايتنج، فبيبدأ يشوف المقاس الحقيقي اللي هيتحط ايه والمعلومات الحقيقية، وبياخد الحاجات دي في موديل المعماري الام اي بي، والمعماري بيلغي الحاجات دي من عنده. فهو في الشغل بنضطر ان احنا نعمل حاجة زي كده، وبعد كده بنلغيها وبنمشي كمتوقع. يعني المعماري مبقاش عنده حاجة في الام اي بي ولا حاجة في الانشائي، بيسحبه من الكيت. في مرحلة الاسكيماتيك ديزاين كل العناصر اللي فاتت، وبقى بنبدأ نزود عليها لو في تفاصيل مطلوبة أكتر. بنظبط بقى موضوع الحصر، الكوليبريشن مع الديليفربل ديزاين، الول مثلا ممكن تبقى فيه مشكلة معينة نبدأ نحل المشاكل ديت. ممكن مثلا هو مش عايز تكون بالشكل دوت، هو عايز يبقى في فاصل كبير بين الغرفة دي والغرفة ديت، فبنبدأ نشوف السكيورتي ايشيو، كان في عنده مشكلة ان ممكن حد ينط الغرفة التانية فصلنا بينهم وهكذا. في مشكلة في الرامبات، هو بدأ يشوف المشاكل ويحلها تبقى من خلال ان في اطلاع على الموديل ومشاركة الموديل، بنبدأ نشوف المشاكل. في ارتكشر موديل فاليديشن، بنبدأ نتأكد الموديل دوت ايه المشاكل اللي موجودة فيه. هنشوف موضوع الفاليديشن دوت امثله كتير عليه. لو انا جالي موديل لازم اعمل فاليديشن عليه، ابدا اتاكد في حاجات خاصه بالمعماري، وفي حاجات خاصه بالموديل، وفي حاجات خاصه بالاسماء، وفي حاجات خاصه بال المراجعه او بتنظيم الملفات. فانا مثلا كعناصر معماريه بركز ان انا اول حاجه اشوفها الليفلات والجريد والاكس واي زد والكولم بوزيشن والوول بوزيشن والسيلينج والكلادينج الروم اند اريا البريكاست، كل الحاجات دي ببدأ اعمل شيك عليها. ده الموديل المعماري. الانشائي بقى بيبدأ ياخد الحاجات الأساسية بالنسبة له زي مثلا الفلور. طبعا المفروض بقى فيه فلور انشائي وفوقيه بيبقى فيه زي فينش معماري او طبقة خاصة بالمعماري، بحيث ان الاثنين لما يزدهروا مع بعض يبقوا متوافقين. لو انا فوجئت ان الاثنين على نفس الارتفاع دي مشكله، يعني المفروض الانشائي مثلا اعلى نقطه فيه المعماري بيبدا من فوقيه ويطلع مثلا
حسب التصميم 2 سم 3 سم زي ما التصميم. في ديتيل ديزاين بنبدأ نعمل شغل، بنعمل كولابريشن مع الاس سي اس انجينير، مع الام اي انجينير، مع مهندس الانشائي ومع مهندس الميكانيكال والالكتريكال، وبنشوف المشاكل كلها ونحلها عشان تطلع لوح التندر. دي العناصر اللي احنا هنركز عليها والاستخدام بتاعها ايه عشان تندر دوكيومنتيشن. الماتيريال اللي موجوده، الحصر، الموديل الاستراكشر وموديل الام اي بي وهكذا. كل مرحله من المراحل بنفس العناصر اللي فاتت ممكن نزود عليها حاجه او نزود تفاصيل معينه. ده نماذج لمشاريع موجوده في سنغافور. بيتكلم بقى على الكولابريشن. انت بعد ما بتعمل الموديل اهوت، الكهروميكانيكال بياخد الموديل دوت ويبدا يعمل شغل الميكانيكال والالكتريكال، ويبقوا الاثنين في توافق بينهم. لو في اي ترحيل ده كده يبقى مشكله او فيها حاجه غلط. هتلاقي تيجي تعمل كليشيهات تلاقي كله خالص في كله، لان النقطة 00 مش متوحدة بين الاثنين. ده مع الكونستراكشن، مع الكونسلتنت، ومع الفابريكيتور. بتبدأ بقى تديله العناصر وتبدأ بقى تديله المقاسات مظبوطة والمعلومات مظبوطة بحيث إن هو يبدأ يجهزها إنها تروح المصنع وتتصنع. مع الكونستراكشن بنركز بقى على موضوع الـ RFI، أي RFI بنبدأ نجاوب عليه. طيب يعني هنخش بقى على الـ MEB سريعا. هشوف بس نقطة معينة كده عايز أوريها لكم. ده الفريق اللي عمل الكود. هو بيتكلم في كل مرحلة من المراحل. في المرحلة مثلا بريبيرنج، انت مجرد بس بتجهز الميموكشن بلان، بتجهز الكونسبت ريبورت، عامل ريبورت، ممكن ما تعملش اي حاجه في الموديل، مجرد بس ان انت درست مثلا كميه الطاقه تقريبا اللي هيستهلكها مش عارف ايه. بعد كده بنبدا بقى نحط موديل مبدئي، ممكن نحط بس في المرحله السكيماتيك بنحط الاكيوبمنت بس من غير توصيلات وهكذا. في مرحلة الديتيل ديزاين لا، بنبدأ بقى نحط الموديل بشكل قوي والام اي بي والكلاش ديتكشن. مش كل حاجة في الكلاش ديتكشن، مجرد بس ايه الحاجات الأساسية اللي هتعمل مشاكل كتير، إنما في حاجات بنعديها بنسيبها للكونستراكشن. زي مثلا إن في بايب معدية في حيطة، فهو بكلاش بس احنا عارفين هو كلاش بسيط هتعمل له اوبننج، فبنسيبها للمرحلة بعد كده. دي بقى اللي أنا عايز نبص عليها، اللي هي البروجكت سيت اب. كمبيب مانجر لازم تهتم بالصوره ديت اللي هي دي. قبل ما تبدا المشروع لازم يكون عندك بيم تمبليت كويس، يعني طول ما انت قاعد فاضي بتطور في البيم تمبليت، بتبدا تشوف ايه الحاجات الاساسيه، بتبدا تشوف الشكل هيبقى عامل ازاي، الحاجات دي كلها. طيب اتقال لك ان في مشروع، ببدا سايف الشغل بتاعي في الملف او في الفولدر اللي اسمه ورك ان بروجريس. لسه ما حدش قال لي ابدا شغل، ببدا اكتب المعلومات بتاعت المشروع، اسم المالك، اسم الداتا، بحدد اللوكيشن، الحاجات دي كلها. وبعد كده ببدا اعمل لينك مع المعماري والانشائي، ببدا اسحبه عندي، ببدا اظبط الكوردينيشن، ببدا اشوف الفاميلي اللي انا ممكن اشتغل بيها. الفاميلي يعني انا عارف مثلا ان المشروع دوت في ميكانيكال معينه، هبدا احمل الميكانيكال دي عندي. وبعد كده بعمل حاجه اسمها كوبي مونيتور. كوبي مونيتور دي يعني اهيت، لو انا عندي حاجه مسحوبه لينك، ده مسحوب لينك ماشي، المبنى ده كان مسحوب لينك تمام. طيب المبنى ده مسحوب لينك، انا محتاج منه بعض العناصر. احنا غالبا بنحتاج عناصر ايه؟ بنحتاج الليفل والجريد. بس فرض ان انا محتاج اي عنصر، بعمل ايه؟ بروح لكولبريت وبقول له كوبي مونيتور وسيلكت لينك واسحب دوت ماشي. ممكن تسحب اللينكات بس او تسحب اي عنصر، وبقول له كوبي مالتيبل وابدا اسحب الحاجات اللي انا محتاجها في الشغل بتاعي. دي عباره عن ايه؟ دي حاجات انا هبدا اشتغل عليها بحيث ان لو حصل اي تعديل يبدا تظهر التعديلات دي معايا. ممكن يكون كل تركيزي على الليفل وجريد زي ما قلنا مثلا في الاليفيشن.
تمام، ممكن انا عايز الحاجات ديت، فابدا اشوف ايه العناصر اللي انا محتاجها بس. تمام، ممكن اكون مثلا محتاج عناصر زي كده، فهبدا اقول له كوبي وابدا اعمل سيلكت مالت ايبل على العناصر. العناصر دي موجوده في الملف الاصلي، وفي نفس الوقت لو حصل اي تعديل يبدا ينبهني يقول لي خلي بالك في حد عدل في حاجه من الحاجات. فانا بعمل النسخ للعناصر اللي انا محتاجها، بقول له فينش، وبعد كده ارجع اقول له كوبي مونيتور فينش. العناصر دي هتلاقي حاطط لك علامه ان هو بعمل لها مونيتور، عامل لها رقابه، العنصر دوت بقى منه في نسخه موجوده في الملف الاصلي وفي نسخه موجوده عندي، وهو بيطابق الاثنين على بعض، لو في اي تعديل بينبهني. تمام، بس دي الفكره من موضوع الكوبي مونيتور. المفروض بقى المعماري حط بعض العناصر خاصه بالشغل بتاعي، حط مثلا سبرينكلر، حط مخرج هواء، حط لايتنج، بسحب العنصر ده عندي واروح فاصلها من عنده، وبسحب برضو الجريد والليفلات بحيث ان انا يبقى عندي مراقبه للعناصر دي، لو حصل فيها اي تعديل يبدا يحس بيها عندي. ونبدا نشوف الفيوهات اللي موجوده ونبدا نعملها ونكريتها للشتات. يعني انا مثلا عندي تكييف الدور الاول، بعمل برضو شيت اسمه تكييف الدور الاول، واسحب الفيو في الشيت بحيث ان اول شغل اتعمل يكون موجود في الشيت. لسه المشروع ما بداش، انا لسه ما رسمتش حاجه خالص، انا كل ده بجهز للمشروع. وبعد كده بعمل انيبل للورك شيرنج. يعني ايه انيبل للورك شيرنج؟ ان انا بظبط الورك سيت، باجي هنا ورك سيت فتفتح معايا فاقول له اوكي. عمل ايه؟ الليفل والجريد احطهم في ورك سيت لوحديهم بحيث يبقوا مقفولين محدش هيعرف فيهم، وكل عناصر المبنى بدون تمييز حطهم في ورك سيت واحده اسمها ورك سيت 1. اي ممكن انا اقول لا انا عايز ورك سيت مثلا للوول، ورك سيت مثلا للبايب، ما عندوش اي مشكله، بس هو مش بينقل العناصر للاسم بتاعها. يعني انا عملت ورك سيت اسمها وول بس ما فيش اي وول موجود جواها، لا ده انا لازم انا اعمل سيلكت على الوول واحطهم انا بنفسي. على سبيل المثال هبدا اعمل سيلكت كده لكل الوول واقول له فلتر، وهقول له ايه، اقول له ايه، اقول له ايه، اقول له ايه، اقول له إيه؟ اول معلش نسيت قول اوكي كده، وعمل سيلكت على الورك كلها. فانا اقول له دي موجوده على الورك سيت 1، لا حطها على الورك سيت وول. فلو عملت سيلكت على اي وول هيقول لي انها موجوده على الورك سيت اسمها وول. فكده الشغل بقى منظم، في اي وقت مثلا اروح قايل ايه الورك سيت وول دي واحد تاني هيشتغل عليها، اقول له مثلا لا خلاص نون اديتبل، خلي حد تاني هو اللي يبقى ماسكها. فكده اقدر اتحكم في مين اللي هيشتغل فيه. تمام، طيب انا كده عملت الجزء دوت. لما هاجي اسيف هيرفض، يقول لي لا لازم تسيف المشروع دوت، سيفه ك ورك سيت، لازم تعمله كورك سيت، لازم تعمله كسنترال موديل. هو ده الموديل ده هيبقى سنترال، سنترال موديل يعني اي حد يقدر يشتغل عليه. خليني احطه على الديسك توب واوضح لك ايه اللي حصل. هو كده حوله سنترال موديل، يعني انا لما اجي افتحه هفتحه كسنترال موديل، ولما اجي اشتغل عليه بياخد منه كوبي يحطها عندي على الجهاز، ونسخه ثانيه تبقى موجوده على السنتر. خلينا نقفل دوت، اقول له اوبن وابدا اختار الملف اللي انا عايزه اللي هو ده. هنا فعل لي حاجه اسمها ديتاتش فروم سنترال، ده ملف سنترال 10 يقدروا يشتغلوا عليه في نفس الوقت. وعندي حاجه اسمها كرييت نيو لوكال ديتاتش فروم سنترال، يعني النسخه اللي هتتفتح ديت لو عملت اي سيف عليها ملهاش علاقة بالنسخة اللي موجودة في الأصل، دي نسخة منفصلة. لما أنا أكون عايز آخد نسخة منفصلة عن المشروع اسمها ديتاتش فروم سنترال. لو أنا عايز أشتغل على الملف نفسه بقول له كرييت نيو لوكال. طيب لو أنا علمت على الفيلا هتلاقي الاتنين دول مش متفعلين. يعني ما ينفعش إن أنا أقول له ديتاتش فروم سنترال لأن مفيش سنترال، ده ملف عادي. لو الملف ده مهندس عبد القادر فاتحه وأنا جيت أفتحه هيقول لي لا ريد أونلي، ما ينفعش اتنين يفتحوه، عامل زي ملف الأوتوكاد.
انما لما انا عملت ورك سيت قال لي انت عامل ورك سيت ده عشان تنظم الشغل. طب خلاص يبقى في سنترال، فهو بيعمل لي ملف سنترال. ملف سنترال لما اجي افتحه يقول لي كريت نيو لوكال، يعني هاخد نسخه من السنترال دي واسيفها عندي على الجهاز بتاعي واشتغل عادي خالص. بس بدل ما بقول له سيف بقول له سينكرونايزيشن. سينكرونايزيشن بيعمل ايه؟ بياخد الشغل اللي موجود على اللوكال ويحطه في السنترال، والشغل في السنترال ياخده في اللوكال. الديتاتش بياخد نسخه منفصله تمام. طيب هقول له كريت نيو لوكال واقول له اوبن. تمام. هلاحظ بقى ايه ان الورك سيت هي موجوده. لو انا قلت له سينكرونايزيشن بيقول لي بقى ايه، انت الشغل اللي في اللوكال دوت هتروح تسيف فين؟ في السنترال موديل، والشغل اللي في السنترال هاخده. تمام. بس في هنا سيف لوكال فايل بيفور اند افتر سينكرونايزيشن والسنترال، يعني هنسيف نسخه على اللوكال وفي نفس الوقت هناخد هنسيف على السنترال نفسه. فبقول له اوكي. تمام كده بدأ يعمل ايه؟ بقى عندي دلوقتي نسختين، في نسخة انا بشتغل عليها لوكال على الهارد بتاعي، وفي نسخة تانية موجودة على السيرفر. كل حد هيجي يشتغل هي نسخة السيرفر دي مشتركة بينا كلنا، وبس في اللوكال اللي هو موجود على الجهاز. يبقى لما حد يجي يفتح لازم يتأكد ان هو معمول كريت نيو لوكال. لو فتح كده من غير كريت نيو لوكال كده هو فتح السنترال نفسه، كده اي حد هيجي يشتغل مش عارف يشتغل، فلازم اقول له كريت نيو لوكال. طيب انا كبين مانجر طول ما انا شغال بفعل معايا اداة تانية اسمها ديت ورك شيرنج مانيتور. ورك شيرنج مانيتور تمام، دي طول الوقت بتقول لي اذا كان حد فتح سنترال. اول ما حد يفتح سنترال بتاخد لون احمر تنبهني ان في مشكلة، في حد فتح سنترال وده هيؤدي ان هتحصل مشاكل في الجهاز. فانا عادة طول ما انا شغال بفتح ديت وهي اوتوماتيك بتنبهني لو في اي حد عمل مشكله او ما التزمش بالحاجات اللي احنا قلنا عليها. يا هتفتح دلوقتي اي، بيقول لي ان في واحد اسمه عمر سليم ورك ان لوكال. فلو في اكتر من حد شغال معايا يبدا يقول لي فلان وفلان 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 شغالين معاك في قلب الموديل وخلي بالك منه. تمام. هنا بقول له اوبشن، بقول له مثلا خلي الورك شيرنج دوت توب، يعني لو انا سبتها كده وجيت اشتغل في الريفت او اشتغل في الزوم او اشتغل في اي حاجه تانية، لا هو على الوش. انا راجل كل تركيزي ان انا اراقب المشروع مثلا. تمام. بيقول لي الاليرت بيبدا ينبهني كل 7 ثواني يبدا يشوف اذا كان في مشكله يبعت لي. تمام. هنا بقول له التنبيهات، ممكن لو اي حد عمل سنكرونايزيشن يبعت لي تنبيه، لو حد عمل سنكرونايزيشن وفشل يبدا يبعت لي تنبيه، لو حد عمل حاجه اسمها ريلود ليتست ينبهني. يعني ايه ريلود ليتست؟ يعني انا عايز اخر شغل اتعمل في السنترال تجيبوه لي عندي في اللوكال، وما تاخدش الشغل بتاع اللوكال توديه في السنترال، لا ده انا عايز اتجاه واحد بدل ما هو في اتجاهين خليه في اتجاه واحد. لو اللوكال الفايل بتاعي اوت اوف ديت يعني قديم نبهني. طيب هنا اديت ريكويست، لو في اي حد عنده ريكويست يبدا ينبهني، نوتيفيكيشن يبدا ينبهني لو في اي حاجه. تمام. طيب دي اداه من الادوات الحلوه جدا ان الواحد بيستخدمها كتير طول ما هو شغال، بحيث ينبهه لو في اي مشكله موجوده. هنا بقى بيقول لي اللود تمبليت، هتبدا تعمل تمبليت، ممكن تعمل 4 تمبليت، واحد للالكتريكال، واحد للفاير، واحد للبلامنج، واحد للاتش فيك او اير كونديشن اند ميكانيكال فنتليشن. في ناس بتحب تعمل البلامنج تعمل له 3 موديل، في ناس تحب الالكتريكال ده بتعمل له 5 6 موديل، فمش حاجه ثابته.
هو ده مجرد بس يعني ايه جايد او حاجة ارشادية لو احنا حابين ان احنا نشتغل بيه. ممكن ايه القيم اللي ممكن تزودنا؟ ريبورت طيب، ممكن بروجكت فيس. اول ما انا استلم الشغل من المعماري لازم اتاكد من الفلور، الليفلات، الجريد، البلانك فيكتشر. المعماري بيحط البلانك فيكتشر عنده اللي هي الحوض، القعده، الشاور، وبعد كده انا ببدا اخدهم كوبي مونيتور وابدا اشتغل عليهم. بس بركز في نقطه، ساعات المعماري ما بيحطش الوحدات بتاعت البلانك فيكتشر مع المخارج بتاعتها. بمعنى تعال نشوفها كده في الريفت، دي المخارج دي اللي بيحتاجها الميكانيكا، ساعات المعماري مش بيبقى مهتم بيها. انا بدور على اي حمام التواليت اهوت. تمام، المفروض ان انت بقى بتحط البلون فيكتشر، بيدخل على السيستم واقول له بلون فيكتشر، واقول له حمل لي بلون فيكتشر. طيب خلينا نحمل بلون فيكتشر. بص هو مقسمهم حتى تكشر الميبي فيكتشر، وليكن مثلا خدت الحوض دوت ماشي اهو، وخلينا نحط مثلا قاعدة بلامنج لود فاميلي، وليكن مثلا ووتر كلوست لو دوت. طيب بالنسبة للمعماري، المعماري مبسوط جدا بيها، حاسس انها حاجة قوية جدا. بالنسبة للام اي بي بتواجه مشكلة ان هو مش عارف يوصل المواسير بتاعت المية ومواسير الدرينج ازاي. تمام، فانا لازم ادخل هنا في الايديت فاميلي. ايديت فاميلي يعني بعدل في الفاميلي ديت، واخش هنا مثلا في 3 دي وابدا. ملاحظين معايا حاجة؟ حد ملاحظ حاجة؟ دي مش بيم خالص، دي 2 دي فليس لها اي قيمة. تمام، هي اسمها اصلا 2 دي، فانا لو حطيتها دي بنسميها غش في البن، ده اكيد مش دي هتلاقي 3 دي. طيب دي كافيه، بس خلينا احمل قاعده، اقول له بلان فيكشر واقول له لود واقول له حمل لي باس تيوب، ده 2 دي ده 3 دي. تمام، طيب انا عايز 3 دي. هنا مثلا في دوت انا عايز احط له مخرج في في ده موجود هنا. طب تعال نشوف هنا موجود اهوت. طيب ايه اللي مخليه مش موجود في السري دي؟ ده ديتيل لاين، ده شكله كمان هو كمان 2 دي. ده بلان فيكتشر، شكله كمان 2 دي. عادي من ضمن المشاكل. طيب خلينا نرجع كده للحوض دوت. طيب لو انا عايز احط لي مخرج مثلا للبلومنج، تمام، او للدرينج او الحاجات دي كلها، فهحتاج ان انا ارسم. تمام، لو انا جيت احطها
اللي هي المخرج دوت اللي هو بايب كونكتور، هو اوتوماتيك مش فاهم حاجه، فهحطه في النص بالظبط. تمام، يعني اقول له حطه هنا مثلا كده، فيبدا احطه هنا مثلا في النص بالظبط. طيب انا عايز اتحكم في اي حته اللي اتحط، فاجي هنا كرييت واقول له اكستروشن، واقول له ان انا عايز ارسم مثلا دوريه هنا، المكان اللي انا اقول له ارسم فيها هيبدا يرسم فيها. تمام، ده اوكي. تمام، دي بقى ابدا اتحكم في الارتفاع بتاعها بالشكل دوت. ده مثلا اهو، ده بقى حاجه ثابته، اقدر اقول له حط لي فيها البايب كونكتور، تظهر معايا بالشكل دوت. البايب كونكتور دي بقى ممكن اعمل سيلكت عليها واروح قايل له ايه المقاس بتاعنا، 1 بوصة مثلا او اصغر او كده، اقدر اتحكم في المقاس بتاعها. انت عايزه مثلا ميه او درينج او كذا، هقول له مثلا سينيتري. تمام، وبعد كده حملها في المشروع بتاعي. كده لما تعمل سيلكت عليها تلاقي ان هو بيقول لك اه في مخرج اهو للدرينج، تقدر تعمل سيلكت وتقول له درو بايب، وتبدأ ترسم البايب بتاعك زي ما انت عايز. تمام، هو بس بيقول لك ان البايب دي مش موجودة، اساس ان ده ملف اصلا معماري، ففي بعض الاعدادات مش مظبوطة. تمام، لو في تمبليت معمول هتلاقي ان هو ماشي معاك مظبوط. طيب عايز اوريكم حاجة كده، دي حاجة اسمها فاليديشن. فاليديشن دي احنا بنعمل تشيك ليست، كل واحد بيعمل تشيك ليست حسب ما هو عايز بالعناصر اللي هو عايز يعمل تشيك عليها في كل مرحلة من المراحل عشان يتأكد ان الشغل بتاعه مظبوط. ده مثلا تشيك على الستاندرد. تمام، ده ستاندرد موجود بيقول لك مثلا ده تعريفات، بتعمل تشيك الورك ان بروجريس شيرد الحاجات دي كلها. لا انا هوريك حاجه اسهل من كده، مش عايزين ندخل في شرح، احنا عايزين ندخل في... بص دي بلاك ليست اهيت. انت كبيم مانجر بتبدا تشوف الحاجات دي، دي معموله للجرافيك الاركيكاد، ونفس الفكره للريفت، نفس الحاجه، ما فيش اي اختلاف. قبل ما تبدا شغل، ده الموديل نيم اسمه ايه، التاريخ بتاعه، مين اللي عمله، مين اللي وافق عليه، مين الريبورت ده، مين اللي عمل الريبورت ده، ومين اللي وافق عليه. موديل بريبريشن، تشيك موديل فايل نيم، اتاكد ان الاسم تابع للستاندرد ولا لا. هل اللايبراري، هل هو تشيك كوركت لايبراري، هل اللايبراري هي اللي احنا فينا ولا لا. ما فيش دوبليكيت، ما فيش حاجه متكرره. تمام، اتاكد ان العناصر الموجوده جوه الموديل، يعني انا مش عايز ان في حد يحط فاميلي غير اللي احنا متفقين عليها، يعني ما فيش واحد مثلا دخل على النت ولقى فاميلي حلو راح حاططها، لا لازم احنا نتاكد انها كويسه ولا لا. لو في لينكات نتاكد انها سليمه ولا لا. الفلاتر، الفلاتر دي بنستخدمها في ريفت عشان بس ايه نتحكم ايه اللي يظهر او ما يظهرش بشكل قوي. الاليمنت كلاسيفيكيشن، المعلومات اللي بتاعته مظبوطه ولا لا. البلوكات والفاميلي والاوبجكت مطابقه للاسامي ولا لا، المعلومات مظبوطه ولا لا، الموديل محطوط في مكانه ولا لا، التسميه بتاعته مظبوطه ولا لا، الجريد موجوده ولا لا، هل في لوح اوتوكاد موجوده ولا لا. لو في لوح اوتوكاد موجوده يبقى في كده مشكله وحاجه غلط. الليارات مظبوطه ولا لا، طريقه التسميه، التشيك سبيس هل هي معموله مظبوطه ولا لا. هنا برضو الموديل، هنا بيقول لك حاول تفتح الموديل على برنامج اسمه جرافي سوفت بيم اكس وشوفه في مشاكل ولا لا. حاول تسيف السيف فايل تو بابلش فولدر، سيف الشغل بتاعك موجود في البابلش فولدر ولا لسه في الورك ان بروجريس. راجع الموديل بتاعك، اتاكد ان الموديل بتاعك اتنقل بشكل صحيح من مكان لمكان، اتاكد ان انت بتسيفه اي اف سي 2 في 3 ومظبوط ولا لا. تمام، طيب
برضو في قائمة معمولة بقى لكل مرحلة من المراحل. ده في ليفل 1، ده ليفل 1 اللي هو يعتبر شغالين شوية وشوية. بنبدأ بقى نتأكد بقى ده للمشروع نفسه، ده للموديل، للبيم مش للموديل، ان احنا فعلا متفقين في الستاندرد على الرولز اند ريسبونسابيلتي. طريقة الاسمياء اسمياء واضحة ومتوافق عليها وتم تبنيها ادوبتد ولا لا. الكومن داتا انفايرومنت معموله وشغالين بيها ولا لا. كل ده عشان نتاكد ان احنا شغالين بيم مظبوط ولا لا في ليفل 1. تمام. في الداتا اكشنج، تبادل الملفات او البيم موديل بين البرامج، هل في مشاكل ولا لا. الديزاين مانجمنت وهكذا. هتلاقي برضو احنا دي بقى تشيك ليست لليفل 2 في مرحله البريف، واحده ثانيه في مرحله الكونسبت، واحده ثالثه في مرحله الديفينيشن. دي المراحل دي اللي هم 7 مراحل دول اللي موجودين في مش الكود البريطاني في الريبا الار بي ار اي بي اي اللي موجوده في بريطانيا. بيبدا كل مرحله منهم بيقول لي بقى اعمل تشيك في المرحله دي، تعمل مثلا ريفيو داتا اكسشينج اند فاليديشن، تبدا تتاكد من الشغل بتاعك. ريفيو سكيورتي استراتيجي، طيب هنا مثلا في اول مرحله اللي هي دي الكونسبت، اتاكد ان انت عملت كلاينت انفورميشن موديل وقعدت مع الكلاينت وفاهم ايه الحاجات اللي هو عارفها. الاسيت مانجمنت اتعرفت ولا لا. التبادل المعلومات اتعرف ولا لا. كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها في البيم موديل او في البيم شامبلان موجوده ولا لا، ده بيقول لك اعمل تشيك على الحاجات دي وهكذا. يعني التشيك ليست دي قوائم بتسهل علينا ان احنا نراجع مثلا ريفيو ريبورت. تقريبا احنا بنعمل الموضوع دوت مع كل موديل بيجي كل اسبوع، بنبدا نعمل ده. مثلا حاجه انا كنت اعملها، اي ملف بيجي لي عشان اراجعه باخد ده كده كوبي وابدا اكرره بالشكل دوت، كل واحد فيهم في صفحه، وابدا بقى اسم الملف الريفت اللي انا شفته ايه. ولو انا براجع مع ملف تاني بكتب الاثنين، يعني براجع مثلا الميكانيكال مع الالكتريكال او مع الاستراكشر بكتب اسم الاثنين. لو في ملفات اوتوكاد ليها علاقه بالموضوع زي ملفات ديزاين ببدا اكتب اسمها. احنا هنشتغل على اني ليفل، تمام، ببدا بحيث احدد اني نقطه اللي احنا بنناقشها، اني ليفل واسم الروم مثلا لو في اسم روم. وبعد كده باخد صوره من المشكله اللي احنا عايزين نناقشها وببدا اعمل كومنت. المشكله مثلا ان في تعارض مثلا، او في حاجه مش واضحه، او في حاجه خابطه في حاجه او هكذا. نبدا نعمل كومنتات ديت بحيث ان احنا نبعتها لبعض او نبدا نشوفها في قلب الاجتماع ونعرف ايه المشاكل اللي موجوده وازاي نبدا نتعامل معاها. او مثلا ده خاص بملف الريفت. بنفحص الاسامي هل هي مظبوطه ولا لا. كل اليوزر، كل الناس اللي شغالين في الملف دول عملوا سيف تو سنترال ولا لا، وعملوا حاجه اسمها ريلينكوش، يعني سابوا الحق التعديل. ريلينكوش الامر اللي هو موجود هنا في كولابريشن، بنلاقي حاجه اسمها ريلينكوش. دي عباره عن ايه؟ انا دلوقتي لو انت دخلت هنا هتلاقي الورك سيت كلها مع عمر سليم، تمام؟ لو هو عايز يسيب حاجه ممكن يعمل كده. طيب عمر سليم هيسيب المشروع عشان يتبعت لمكان تاني، فلازم يعمل ريلينكوش عشان الناس تعرف ان تقدر تعدل. هي في حد هيكمل شغل فبقول له ريلينكوش هم يكملوا. ريفيو اند فيكسد اول وورنينج مسج، كل الرسائل المسج اللي جت بنحلها منين؟ بنروح لكانت مانج، بنلاقي حاجه اسمها وورنينج، بنبدا نشوف المشاكل دي ونبدا نحلها. تمام. ممكن تكون في مشكله ملهاش معنى او غلط او حاجات زي كده، زي مثلا في مشكله بتظهر ان يقول لك ايه الرقم ده موجود مع رقم تاني، مش مشكله يعني، ممكن نعمل لها اي حل يعني، ممكن من خلال الداينامو نعمل حاجه تحل المشاكل دي. انما لما يقول لي حاجتين فوق بعض هايلايت ايليمنت ار جويند، ده جوين مش فوق بعض، هايلايت فلور اوفرلاب، انا بيقول لي ان في حيث الفلور اتنين فلور فوق بعض، فابدا اشوفهم معمولين ازاي، باخد سيكشن وابدا اشوف المشكله دي عامله ازاي اتنين فلور موجودين في نفس المكان.
طيب تشيك اذا تقول فاميلي كونفيرم تو ستاندرد نيمنج، الفاميلي كلها مسميه صح، اي فاميلي وليكن مثلا ديت، هل طريقه التسميه مظبوطه ولا لا؟ تمام، هنا مثلا احنا مسميها ام شرطه بي ار بي سي 3، خلاص ماشي، لو هو ده طريقه التسميه اللي متفقين عليها خلاص، فهنعمل تشيك على طريقه التسميه. اللاين ستايل الخطوط، لو اللاين ستايل محطوط مظبوط والفاميلي محطوط مظبوط كستاندرد في قلب التمبليت، فده يوفر عليك وقت كتير قوي. بيقول لك كل حاجه محطوطه في الورك سيت، يعني ما الاقيش وول محطوطه على الورك سيت اسمها دور، ده بيعمل مشاكل. دوكيومنت فيسنج ديزاين اوبشن اف يوز، لو احنا مستخدمينها، في حاجه اسمها ديزاين اوبشن، دي بتستخدم عشان لو المشروع على اكتر من مرحله فبنبدا نظبط المراحل بتاعه المشروع. موجودة في قائمة مانج دي الفيسز، الفيسز دي لو احنا هنشتغل على أكتر من حاجة، يعني الفيسز ممكن تقول له إيه، في مرحلة اكسيستنج، في مرحلة نيو كونستراكشن، في مرحلة في الفيوتشر لسه هتتعمل، مثلا في مثلا بنبني مثلا مدينة كاملة وهنعملها على 3 4 مرات، كل مرة هناخد كذا مبنى. الريفيجن في السبلاش شيت، سبلاش شيت دي يعني اول ما بتفتح المشروع بيبدا يديك شويه معلومات عن المشروع، بيبدا لك مثلا المشروع دوت اسم الشركه اللي عاملاها وحاجات زي كده، فانت تعمل شيت ما بقاش في اي لوحه خالص غير اسم المشروع ومعلومات عنه واخر ابديت وحاجات زي كده. فاليديشن اوف موديل، افتح السنترال موديل واعمل ديتاتش واعمل اوديت، يعني انا قبل ما ابعت الملف هقول له اوبن واختار المشروع واقول له ديتاتش واوديت. اوديت ده مسؤول ان لو في اي مشاكل صغيره بيبدا يحلها، يعني مشاكل تقنيه، يعني في حاجه اتعملت واتلغت او في مشاكل في قلب الملف بيبدا ياخد وقت ان هو يبدا يشوفها، لو في اي حاجه يصلحها ويحلها. لو في اي ديزاين اوبشن مش عايزه الغيه، ديزاين اوبشن اللي هو موجود هنا تحت، هنا ديزاين اوبشن يعني ايه، يعني ساعات بيبقى انا مثلا عايز اقترح كذا اقتراح على الملك في نفس القعده، فهقول له مثلا المره دي هنعمل اوضه كبيره، مره ممكن تصميم تاني هو يختار منهم، عامل اوضتين، في تصميم تالت انا مش عامل اوض خالص، فانا بيبقى عندي حاجه اسمها كذا اوبشن، وكل اوبشن فيهم هو بقى بيبدأ يختار أنهي أوبشن فيهم اللي هو حابب إن هو يشتغل بيه. فلو في أوبشن أنت عامله ولغيته ومش محتاجه وغلط يبقى الغيه. بعمل بيرش أتأكد إن هو معمول، أسيف الشغل بتاعي في البابلش، سيف تو سنترال بيبقى آخر حاجة، أبديت سيف تو سنترال فيو ويز أني ريليتيف موديل نوتس. تمام، دي الحاجات اللي إحنا بنراجع عليها. تمام، طيب في اي حد عنده اي اسئله او اي حاجه حابين نناقشها في البيم؟ اذا شو انت قادر. اتفضل. ما في، الله يكرمك. تمام، مش مثلا اي اسئله؟ ما في اسئله. الله يكرمك. طيب لو في اي حاجه يعني يا ريت تبعتوا لي النهارده او بكره عشان نبدا نناقش بكره ان شاء الله. تمام، الله جزاكم الله كل خير. الله يكرمك. شكرا شكرا لحضرتك.